بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. على جسر الكذب يعبر تجار الكراهية إلى قلوب المتلهفين. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقة الاثنين من ملك كتابة، الحلقة التي تحمل رقم 531. بدأها المهندس عدلي بداية فلسفية. خير يا أستاذ إبراهيم، المدهش جدا الناس خايفة من كورونا. الحقيقة الكورونا هو أخلاقنا أو أخلاق البعض منا. كورونا دي كلها شوية هيلاقوا دواها وهيجي الحر يقضي عليها. واخد بالك، وهنعرفها. لكن ما يفعله تجار الكراهية إنهم يوصلوا إنه يتاجروا، يعني في حاجة جديدة اسمها تجارة الكراهية يا أستاذ إبراهيم. تنافس هائل سواء من بعض الأهلاوية المجروحين أو من بعض الزملكاوية المتلهفين على غزو عقول معينة بيسعدها إنها تسمع هذا التفسير وهذا، حتى لو كان مدركين إنه غير حقيقي، لكن هي في تجارة. كيف تكره الأهلي لتستفيد؟ كلما كرهت الأهلي وعبرت عن هذا كلما زادت الفائدة. هو صدفة إن بعض الناس اللي تصورناهم في مكانة معينة يتاجروا على مشاعر الجماهير ويدوا لهم اللي عايزين يسمعوه دلوقتي، اللي بقى له 50 سنة ما كتبش هذا الكلام يكتبه. قدام النجوم بعضهم اللي كان في الأهلي ومشي، عايز يبين ان هو كان ضحية، وعايز يبين دي تفاصيل كتير هنتكلم فيها، دي تفاصيل مهمة جدا. انما كورونا الأخلاق هي الأخطر والله. حلوة حلوة حلوة، ده فيروس خطير، فيروس الكراهية ده فيروس خطير جدا. عشان كده حلقة النهاردة فيها جزئين. الجزء الأول هتشوفوا تفسير لهذا الوضع الفلسفي اللي المهندس عدلي بيقوله، كراهية، تجارة الكراهية، كورونا الأخلاق، اللي حاصل من قبل ناس بتتاجر بمشاعر جماهير وبتغذي الجماهير أو جماهير ناديها بأي شيء يحض على كراهية الأهلي. ده كلام، او يريحه او يبسطه او يفلسف له عدم بالزبط. تفوقه بالظبط. عشان قلنا المثل ده قبل كده يا استاذ ابراهيم. انت راجل موظف في بنك، زميلك عمال يترقى وانت ما بتترقاش، فبتروح البيت تقول لزوجتك اصل هو ما مراته تعرف مرات المدير، اصل انا اللي في قلبي على لساني، اصل صراحتي مش مخلياني، قول الحق لم يبقي لي على صديق، بس ما بيقولهاش ان زميلي ده بيتطور بيتغير بيدرس بياخد دكتوراه بيدرس كمبيوتر بيعمل ابحاث، عمال ينمي قدراته وده عمال ينمي مبرراته. صحيح. حلو هو ده الفرق بين الاثنين. عشان كده حلقه النهارده زي ما اقول لكم الشق الاول منها هيكون مناقشه بالصوت والصوره لحمله الكراهيه اللي شغاله ضد الاهلي، ومحاوله تحريض جماهير، ومحاوله تزييف وتزوير حقائق تاريخيه ثابته لابد من التعرض ليها صوت وصورة. بس كمان في الجزء الثاني جزء حواري مهم جدا. في الجزء الثاني من حلقة الليلة هيكون معانا ضيفين عزيزين، الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي، عشان نفتح معاهم ملفات مهمة جدا تهم كل الأهلوية. بعد الجزء الأولاني اللي لعل كان من ضمن الحاجات فجأة تقرر إيقاف النشاط لمدة أسبوعين، الأندية كلها أخذت احتياطات احترازية وإجراءات مشددة جدا لمحاصرة هذا الفيروس، الكل على درجة من الوعي، نتمنى أنه درجة الوعي تزيد في مواجهة هذا الفيروس الخطير يا باشمهندس، والكل يتكاتف بجد وبيقظة. شوف يا أستاذ إبراهيم، هي أفرزت مجموعة من الظواهر، بعضها إيجابية، إنك بتتعامل مع ملف يعني التوقيع خلاص هتتاخد والناس هتعمل دورها، لأن ده تيار عالمي أو اتجاه عالمي أو توجيهات عالمية، مش هنبقى بمعزل عنها. لكن الأهم الكود بتاع إنك أنت تبقى بتتعامل مع مسؤوليات شخصية، سلوك بشر، ثقافات ناس. حتى الظاهرة اللي بتزعج الناس إن عمالين يجروا ويخزنوا وبتاع، ما تخافش، هي انت داخل على رمضان قربت جدا، كنت هتخزن اللي الناس خدوه في البيوت هيستفيدوا منه. لكن كفايه ذعر، يعني باذن الله بلدنا
ومنطقتنا تكون هي الأكثر تجاوزا لهذه المحنة بإذن الله بصلابة إيماننا. أنت لما أنا بيطلع شوية كلام للدكتور مصطفى محمود دلوقتي يا إبراهيم تتأملوا سبحان الله، يعني كان يتحدث، طب إحنا عارفين المرض ده وهو يتحدث عن حاجتنا. دي ندوة عقدت في النادي لتوعية الأعضاء على مخاطر كورونا وكيفية الإجراءات الاحترازية معاه. ده كل ده تعامل مسؤول وهنا ده اللي بقول لك الاداره التنفيذيه للحياه، هذه هي الايجابيات. العميد محمد مرجان عملت شغل يقظ جدا، اعمل اللي عليه، خد الاسباب صحيح، وبعد كده سبحان الله هو اللي بينجي. أيوه. لكن اللي بقوله لك ان هو قال ايه؟ قال لك طب احنا عرفنا الفيروس ده، عرفنا المرض ده من امتى؟ من امتى بيتكلم هذا العالم الذي بدا من الالحاد الى الايمان؟ ايوه من خلال العلم. يعني فقال لك طب وملايين الحاجات اللي نجاها لها هو هو لما يكون السنتيمتر اللي في الجلد ده بيحتوي الملايين من الفيروسات والبكتيريات اللي هي بتضر الجسم وما انتش عارف هتعمل فيك ايه بكره ولا بعده. لما دي قدره الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيسيبك انت عارف امتى هيحطك في هذه المحنه عشان يختبرك، وبعد يقول لك خلي بالك لا ملجا لك الا انا. فيعني دعونا جميعا نتأمل هذا الأمر ونشوف أن الإنسانية كانت في حاجة لهذا الاختبار، علشان برضو كل واحد يراجع نفسه، لأن الشر على مستوى العالم كتير قوي. 15 يوم راحة والأهلي يعود للتدريبات يوم الأحد إن شاء الله، تدريبات الكرة وسط برضو إجراءات احترازية مشددة، لأنه حتى اتحاد الكرة اللجنة الطبية فيه طلعت بيان وتعليمات مشددة لكل الأندية عليها توخي كل الحذر واتخاذ كل الإجراءات الطبية وقائيا علشان يتم محاصرة الخطر. تصريحات الدكتور أشرف صبحي بتقول لك كل الاحتمالات مفتوحة. أيوه. يعني بقول لك أنا ما أعرفش أقول لك بكرة إيه. بكرة إيه؟ يعني مش هقدر أقول لك إن أنا حوني هذا التجميد للنشاط لإمتى. لكن مش بقول لك كمان إن في إلغاء. أيوه. فأنت بتشتغل وكأنك مستمر، وبتشتغل وكأنك لن تلعب. ودي المعادلة الصعبة، لأن فيها ما بينهما إقصاديات للأندية والاتحادات ولصناعة الرياضة هتتأثر بوقت. وأوضاع فنية كمان، لأنه أوضاع فنية طبعا، لأنه يعني استمراء البعض فكرة الإلغاء والبعض يبدأ يتكلم عنها برغبة، خصوصا الناس اللي مشوارها الإفريقي مستمر. أولا عندك المشوار الإفريقي مستمر، ثانيا عندك والعربي الإسماعيلي بيلعب، عندك هبوط هتعمل فيه إيه، عندك مسابقة في القسم الثاني والثالث هتتعامل معاها إزاي، أنت هتهد الكيان رأسا على عقب. بينما انت عندك جزئيتين ايجابيتين يا باشمهندس. أيوة. في التعامل مع الفيروس. الجزئيه الاولى انت مقدم على المنطقه الدافئه، بمعنى انه كل يوم انت بتقرب اكتر من الحل الالهي اللي هو تحت درجه 26 درجه مئويه بيموت الفيروس. طب خلاص فوق او فوق درجه فوق 26 بيموت الفيروس، فاحنا رايحين للمنطقه الامنه، يعني احنا متحركين للايجاب. رقم اثنين مسابقتنا اصلا بدون جمهور، يبقى فقط كثير من الاحتياط والحذر عند اللعيبه في تعاملهم مع بعض في الملعب. دعنا لا نستبق الاحداث. الدراسه لن تلغى، انت اجلت الدراسه اسبوعين بس هترجع. الحياه لازم هتستمر طبعا في كل الاحوال. صحيح. لكن انت بتاخد بالاسباب دلوقتي. يمكن وصولا لان درجه الحراره هتحل لك الموضوع، يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحل لك. لكن اللي انا عايز اقوله استاذ ابراهيم، دلوقتي منع السفر من 19 لاخر الشهر. اللعيبه الاجانب اللي هتاخد اجازات وتسافر هترجع ازاي؟ هترجع ازاي قبل اخر الشهر؟ وهتتمرن هناك ولا مش هتتمرن هناك؟ يعني كل دي دراسات فنيه. المدربين في مدربين انت دلوقتي اجانب. النادي الاهلي عرفت انه ادى 6 ايام اجازه من بكره. ماشي. لكن هترجع ولسه في حوالي اسبوع ولا حاجه على اخر الشهر. ايوه. فانت في الاخر او 9 ايام كمان، وحتى المباريات الوديه مش متاحه، لانه قال لك ما ينفعش تلعب ودي يعني. وانا بوقفك رسمي، والفيروس ما بيجيش الا للرسمي. زي ما تيجي يعني تقول ايه، الغي المدارس بس يسيب السنترز تدي دروس خصوصيه، ما ينفعش الكلام ده. صحيح. ولا الكافيهات ولا الحاجات دي تبقى مكتظه بالناس، يبقى عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. ما علينا. عموما في خضم ده كان في خبر سر في نقابة المحامين، انتخاب العلامة القانوني الكبير الأستاذ رجائي عطية نقيبا للمحامين باكتساح كبير يستحق عليه كل التهنئة. الحقيقة
المستشار رجاء عطيه وهو رجل يعني من ابناء النادي الاهلي. ايوه. وخاض هذه التجربه وكانت انتخابات المره دي يعني لها مذاق خاص او لها يعني ظروف خاصه. نجاحه يسعد الوسط القانوني في مصر ويسعد يسعدنا لان هو صاحبي انا وحضرتك و صحيح ونعرفه. قيمه كبيره. قيمه كبيره. اديب قبل ما يكون فقيه قانوني. ورجل يعني نهنئه ونتمنى ان يكون وجوده اضافه ايجابيه للمحامين. نتمنى ذلك والف مبروك للاستاذ رجاء عطيه ولاسره المحامين كلها ولهذه النقابه العريقه الكبيره الحقيقه. طيب الحلال والحرام وما بينهم. احنا ناقشنا في الاسبوع اللي فات قضيه الحلال والحرام فيما يخص بطولات الاهلي وايه الجدل اللي بيثار وايه الامعان دايما وابدا في تحديف الطوب على الاهلي او محاوله تشويه الحقائق وتزييف الوقائع قدام الاجيال الجديده من الشباب بالذات. الاستاذ الدكتور مدحت العدل، احنا كنا تعرضنا لتويتة كتبها الدكتور مدحت العدل كال فيها التراب على النادي الأهلي على بطولاته على تاريخه على ما أسماه الفساد الممنهج، وتعرضنا للجزء التاريخي فيما يخص الرد على ده. اعتقدنا أن الأمر انتهى، دي القديمة اللي قال لك فيها الفساد والأهرام والكابتن حسن حمدي والكلام الفارغ الغث اللي ملوش أي لازمة، وردينا عليه وحنكمل الرد عليه في الجزئية التاريخية بالذات. لكن لما ألاقي عملية تلبيس حاصلة، ما أن تم الإعلان عن تأجيل مباريات الأسبوع الأخير بسبب عاصفة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بسبب أمطار الناس بتعاني منها لغاية دلوقت، كلكم شفتوا الأحوال الجوية كانت بالقسوة اللي عاملة إزاي، على طول يتم الربط بينها وبين مباراة القمة اللي الزمالك رفض يؤديها يوم 24. أخطر أنواع الكذب إنك تكذب لما تصدق نفسك. بص بقى شر الكذب فين؟ إنك أنت كمان حتى في الظروف المناخية القاسية ديت يتم الربط إنه ده مجاملة للأهلي. عشان تشوفوا بس صناعة الكراهية رايحة لفين. فيقول مدحت العدل: أجل اتحاد الكرة مباريات الخميس لسوء الأحوال الجوية، لماذا إذن تم التعسف في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي السابقة والإصرار العجيب والغريب على إقامتها في ظروف جوية ووقتية سيئة أيضا؟ أليس فقط لإرضاء النادي الأهلي؟ وعندما في مرتضى منصور: أجب يا وزير الرياضة، إلغاء مباراة يعني أولا مباراة القمة لم تلغى، الزمالك رفض أن يؤديها. ثانيا إيه فكرة الكذب؟ يعني هو الأداء المسرحي يوميها ما بيردش على كل الكلام اللي حصل. تركب عربية وتتلكأ وتنزل تاخد سندوتشات وتخش دورة مية، وبعدين تقول مش عارف أوصل على الاستاد اللي بينك وبينه 2 كيلو والحكام وصلوا والفريق المنافس وصل، وبتتكلم على استاد القاهرة المؤهل أو في استاد، يعني يجي يقول لك ما في ماتشات اتلغت في الدرجه الثانيه، في ملاعب تتحمل وملاعب لا تتحمل. صحيح. في استادات مؤهله واستادات غير مؤهله. وفي ماتشات في الدرجه الثانيه يوميا اتلعبت. واتلعبت، لكن هو ما هو انت عايز ايه الرساله؟ هو عارف انه انسحب. وعارف انه ما كانش عايز يلعب المباراه. وعارف ان لو الدنيا ظهر ها والجو جميل والدنيا ربيع ما كانش هيروح ما كانش هيلعب، هو عارف، لانه قال الكلام ده قبليها ب 10 ايام. وقبليها الصبح، وده اللي هنقيم عليه الدليل دلوقتي. لكن هو ليه بيقول كده؟ مع الوقت كده يبتدي يحط في عقيده الجمهور المتلهفين على خداع النفس. ما هو انا دلوقتي لما اكون ايه يا اخي، انت حتى في الدنيا اللي خاطب واحده ولا اللي هي بتحب حد وبعدين يسيبها، تبتدي تختلق من الاسباب الغير موضوعيه، هو اللي خسران هو اللي خسران هو اللي خسران. ماشي، ما كل واحد يعيش حياته مثلا، هو لازم انا عشان اعيش حياتي يبقى اللي قدامي خسران؟ او انت دلوقتي عندك اسبابك يا سيدي خدها، انت حر في نفسك. صحيح. لكن لا، ما تكذبش على اجيال بعد شويه تصدقك وتزرع جواها الكراهيه
للمناخ العام اللي عمال يجاملك وانت عمال تقول انه بيحاربك. شوف شوف البراعه، شوف العبقريه، شوف لما تدعي انك انت يعني في خلاف مع وزير الشباب الزملكاوي، ها، وفي خلاف مع رئيس اللجنه الزملكاوي المشجع الزملكاوي، ها، تدعي هذا الادعاء بالخلاف مع كل المسؤولين اللي بيساعدوك. ما ده نوع من الباس الحق بالباطل. واخد بالك؟ هذا النوع من الخداع اللي بينطلي على اللي نفسه يصدق هذا الكلام، بس اللي بيفكروا واللي بيتمعنوا. طب انا كنت فاهم او افهم انه كلام كذب زي اللي بيقوله مدحت العدل ده ممكن ينطلي على جمهور، بالذات عامه الجماهير، ولاقي تراشق غير مقبول بالمره على تويتر وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هنا احنا مش مدركين انه اذا كان فيه شخص مسؤول، مسؤول في نادي، مسؤول في اتحاد، مسؤول في هيئه رياضيه، عليه حساب وعليه كلام. بس في تاني صنفين، في صنف يتعلق بمشجع له حيثيه على درجه من الوعي، على درجه المفترض من الثقافه والاهتمام بالشأن العام، وفي مشجع آخر عادي بسيط. لما ألاقي حد عنده هذه الدرجة من الوعي المفترض اللي يخليه قائد رأي، قائد رأي مؤثر، مؤثر في مجموع، ينهج هذا النهج ويكذب هذا الكذب، مع أنه المسألة بينة، وحتى ذاكرة السمكة ما تلحقش تنسى، ما تلحقش تنسى الأتوبيس ورمسيس ونزلنا ورحنا وجينا. وفي الأول وفي الآخر أنت بتستند إلى تقارير أمنية، بتستند إلى رأي اتحاد الكرة، إلى قرار حكم المباراة، المراقب، الناس وصلت، الناس وصلت، الناس ما كانش عندها رغبة توصل للاستاد أصلا. كل التفاصيل ديت حتى من يملكون ذاكرة السمكة لسه ما لحقوش ينسوها. فأكذب هذا الكذب علشان الجمهور يشتم، وأرجع أنا كمدحت العدل أنزل في مستوى الحوار بتدني أكتر ويكتب ما هو أسوأ، يعني نترفع عن عرضه، لأنه لو عرضنا هنرد، ورد هيبقى موجع جدا، لكن احنا بنترفع عن هذا التدني، لأنه الأمور ما يصحش أنه في قائد رأي بيأثر في مجموع ينزل لهذا المستوى فيما يخص نادي كبير، وفيما يخص رموز كبيرة، قيادات للنادي الأهلي ورموز تاريخية في حق النادي الأهلي، مش بس حتى فكرة النتائج والبطولات والكلام الفارغ اللي بيتقال. انت بتوصل لدرجة انه ناس ذات صفة في النقد يبدأ يصدق ده عشان يقوله. يا أستاذ إبراهيم، هسمعك فيديو برضو للأستاذ عصام سالم وهو ناقد رياضي كبير، يبدأ يتبنى نفس الرأي، انه المباراة مباراة 24 اتلغت عشان الظروف المناخية. طب دلوقتي طيب، ما انتوا أجلتوا الظروف المناخية. احنا هنعرض، لكن هذا الإلحاح مش عشوائي. طبعا مش عشوائي. استضافة النجوم السابقين عشان يهاجموا النادي الأهلي، استضافة النجوم الرموز للنادي المنافس عشان تهاجم النادي الأهلي، طريقة صياغة الأسئلة في كل البرامج، يعني زمالك كان بيتظلم، يعني الأهلي مظلوم، يعني أنت خرجت الأهلي ظلمك، يعني أنت كلها في هذا الاتجاه. في نفس الوقت الحلال والحرام وتزويق الخطأ لدرجة أنه يبقى هو الأساس أنه هو الصح. أنت بتقول النقد الكبير والنقد الصغير، هي دي المشكلة، أن دي مش عشوائية، هذه يا أستاذ إبراهيم خطة ممنهجة، خطة حطها جنب بعضها، الصورة هتتوضح وتتعشق كيف تطمس حقائق الأهلي، لا، وكيف تروج لحقيقة أنت تريد أن يعني تغيرها، أنت عايز تغير الحقيقة، عايز تحول كذبتك لحقيقة. فبتخلق لها كذبة تبلعها الحقيقة هنا، فتخلق لها كذبة تبلعها، لما الكذبة بعد شوية الناس تتصورها هي الحقيقة. عندما تحتوي الكذبة الحقيقة، تحتويها وتغلفها، مش هيبان لك إلا الكذبة. طيب، مدحت العدل أثر في البعض، فلقينا الأستاذ عصام سالم وهو ناقد رياضي كبير في قناة أون تايم سبورت بيتكلم عن نفس الشماعة. الزمالك
اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول بيرجعنا لواقعة 24 فبراير. يعني ايه؟ تأجيل ماتش الزمالك والاتحاد، تأجيل ماتش الاهلي وانبي، تأجيل الزمالك والمصري، ده كله بيفرض سؤال مهم جدا. لماذا تعنتت اللجنة الخماسية في عدم تأجيل مباراة 24 فبراير الاهلي والزمالك؟ ما كانت نفس الظروف المناخية الصعبة، ادي واحد. المباراة دي كانت جاية يا كابتن سيف بعد ايام من السوبر المحلي اللي كان في الامارات. انا قلت بعد المباراة مباشرة للاخ عمرو الجنايني، اظن كده بقت كل بعد المباراة مباشرة كل الظروف اصبحت مهيئة الان لتأجيل هذه المباراة. ليه؟ اول الاحداث اللي عقبت المباراة، الجو ساخن جدا، الفترة الزمنية محدودة جدا، انت بتتكلم اربع ايام بين 20 فبراير ل 24 فبراير. وبعد كده انا كان عندي قناعة بان هذه المباراة يا كابتن سيف لما تقام في ميعادها انا بقدم افضل خدمة ممكنة للترجي وصن داونز. انا عمال طحن، انا ايه اللي انا فيه ده كله؟ ايه الضغط الرهيب ده اللي موجود في الساحه المحليه؟ وفي الاخر بعدها باربع ايام الزمالك بيلعب مع الترجي، وبعدها بخمس ايام الاهلي وصن داونز. طب انا ده كله ليه؟ يعني كل التعنت ده ليه؟ يعني في الاخر في فريقين في مهمه وطنيه. الترجي هناك يا كابتن سيف الاتحاد التونسي وفر له كل اجواء النجاح عشان الذهاب والاياب اللي كان موجود. صن داونز في جنوب افريقيا نفس الحكايه، تعدل الجدول عشان يبقى مهيئ للقاء الاهلي. قال طب انا ليه ضغط الدنيا قوي؟ ده مباراه مؤجله من الدور من الجوله الرابعه في الدوري. ايه يعني الخنقه دي لما الزمالك يلعب اسماعيلي وبعدين ترجي وبعدين اهلي وبعدين اهلي وبعدين ترجي وبعدين ترجي؟ يعني سهل شويه الامور، انت دورك انك توفر افضل ظروف النجاح للفرق اللي بتمثلك خارجيا. انا مش قضيت ايه الضغط ده كله، انت وصلت القصه. افهم من كلام حضرتك انك انت مع قرار الزمالك بعدم الله، بس ضد السيناريو اللي اتعمل. بالاخر النادي الاهلي ما هو التزم وراح، ليه ما حسيت حضرتك قلت ده؟ معلش عشان الاهلي اتغلب في السوبر. الاهلي لو كسب السوبر كان هيطلب التاجيل. في حاجه انا بقولها لك، لان في الاخر عايز انتقام سريع، انت عارف الجو كده. انا بقولها لك، انا بقول اللي يرد. انا بقول لك هو ده الرغبه. الاهلي لو كسب السوبر كان يطلب التاجيل. ماشي يا استاذ عصام، والله من كلامك انا هناقشك. اولا الظروف المناخيه مش واحده يا حبيبي، لسبب بسيط جدا، ان المطره مطرت قبل الماتش بعده ساعات، ما كانش في تنبؤ من الارصاد قبليها بيومين ان هيحصل عواصف غير مسبوقه ادت الى ان مصر كلها خدت اجازه مش الكوره. يعني اذا كان انت عايز تربط الظرف ده بالظرف ده، لا، الظرفين مختلفين تماما يا استاذ عصام، ايوه الناقد الكبير. فانا فيدي مش متفق معك وانت مش متفق مع نفسك. يعني يا ريتك ما قلتها، لان كان ممكن اناقشك بالموضوعيه في الثانيه، بس اذا ما كنتش بداتها بهذه الدباجه وانهيت حوارك بتلك الدباجه. ايه هي هذه الدباجه وتلك الدباجه؟ هذه الدباجه اللي بيقول لك عقب انتهاء ماتش السوبر فورا، قلت لهم كده خلاص الغي اتعشى. ايوه اشمعنى عقب ده؟ عامل زي ايه؟ اتنين قاعدين على قهوه، واحد كسب واحد في 10 طاوله ومش عايز يلعبوا تاني. لا تاني لا مش لاعب. لا هو بقى ايه؟ عفانا من الحرج. ففسرها، قال لك الاهلي لو كان كسب كان هيبقى مش عايز يلعب المباراه. اذا هذا هو السبب في ان الزمالك مش عايز يلعب المباراه، ليس التحجج المنطقي. وانا كنت من قبل المباراه وقلنا هنا يا ريت اتحاد الكوره كان قبل السوبر خد القرار، قبل صحيح. السوبر قبل ما نعرف مين يكسب ويخسر، ان الماتش ده هيؤجل ويرفع الحرج عن نفسه وكان هذا مقبولا من صحيح. الجميع صحيح صحيح صحيح. طيب انت جاي تقول ايه وبعدين روح قال ايه؟ اصل الماتش ده مؤجل من مش عارف من الاسبوع الرابع. طب ما تعالى نفتكر اتاجل ليه؟ لان الاهلي كان في فوران وقال لك مش هيلعبه، والزمالك كان يتعثر. فانت هربت بيه من الظرف ده وخلاص، واضطر الاهلي ان يقبل بعض الامور وعدت، والامن بالحس الامن العالي قال لك لظروف امنيه. خلاص قبلنا هذا الكلام كلنا، عشان يجوا بعد شويه يقول لك انت اجلت للاهلي. اجلت للاهلي ليه؟ حاجه تضحكك، حاجه تضحكك. والناس تتكلم على ماتش الجونه، حاجه تضحكك. ما هذا يعني الإفك؟ ما هذا التزوير في التاريخ وفي الحقائق؟ إيه العبقرية دي؟ هي عبقرية الإلحاح والتشابك، ده يطلع هنا وده يطلع هنا وده يطلع هنا بأنماط معينة، بعضها المثقف أو بعضها الناقد الكبير وبعضها الرجل المشجع وبعضها وبعدين
مسرحية كل موسم الخلاف مع المسؤولين. أنا ضد رئيس لجنة الحكام بس هو بيعمل لي كل اللي أنا عايزه، بس أنا ضده واخد بالك؟ واخد كل اللي أنا عايزه بس أنا ضده. ويطلع المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة وقتها يحاسبن، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. عشان مش عايزين يدوا له حقه قبل المباراة وهو متيقن إنه لو لعب هيخسر، ويخسر في آخر دقائق بفعل فاعل، وتتحسب بطولة حلال من العمالين. ماشي النهارده يا استاذ عصام انت وضحت الزمالك ليه ما كانش عايز يلعب عشان كسب السوبر، والاهلي ما كانش عايز يلعب عشان خسر السوبر. طيب انت ما اجلتش قبل ماتش السوبر، يبقى ما حدش ياجل، خاصه ان ما فيش ظرف. تعرف انت اللي قبليها بيوم قلت ظروف المناخيه وقالت وقالت وقالت، يمكن كان حد يصدقها. لكن النهارده لما تبقى مصر كلها اتشلت عشان في عاصفه غير مسبوقه، وكهرباء وميه بتتقطع وطرق بتتقطع تربطها ب 24 فبراير، وتيجي تقول لي دي زي دي. طيب تمام، 24 فبراير الاستاذ عصام سالم قال انا قلت للاستاذ عمرو الجنايني، ومحدش يقدر يجادل على انتماء الاستاذ عمرو الجنايني، او خلينا نقول هنا من المستبعد تماما والمستحيل انه يكون منحاز للاهلي. يعني هو بيأدي شغله، حتى يعني هنفترض ان فيدي الاستاذ عمرو الجنايني عايز ينحاز، مش هينحاز للاهلي، بس انحاز للتقارير الامنيه المسؤوله. وانا نسيت اخر حاجه بس يا استاذ ابراهيم قبل ما انسى انا. ايوه، ويقعدوا يقول لك اجلت الاهلي، انت مأجل للزمالك ماتشين ومأجل للاهلي ماتش. هو انا هو انتوا ايه؟ ازاي بتوصلوا ان دي لصالح الاهلي مثلا؟ يعني وبناء على طلبه، انت اجلت للاهلي ماتش واجلت للزمالك ماتشين. صحيح. طيب اتحاد الكوره للاستاذ عصام سالم، للدكتور مدحت العدل، خلاص هو الراجل واخد اتجاه انه نزل ملعب السوشيال ميديا مع الشباب ومع الجمهور، ليكن خلاص اللي مش عارف اللي يعمل ايه يتحمل الدوس. لكن الاستاذ عصام سالم هو بيقول انا قلت للاستاذ عمرو الجنايني. طب ما الاستاذ عمرو الجنايني واتحاد الكوره ردوا بعد مباراه 24 فبراير يا استاذ عصام بشكل واضح وصريح، قالوا نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة، علما ما أنه بقى اللي هيتكلم على الجهة المسؤولة اللي هيقول كان فيه ظرف ومفيش ظرف وفيه مطر ومفيش مطرة، لا أنا ولا مدحت العد ولا أي حد، اللي هيقول الجهة الأمنية المسؤولة اللي كان منوط بيها إيصال حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة. قال اتحاد الكرة ورئيسه الأستاذ عمرو الجنايني يا دكتور مدحت، قال إنه علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة. اكذبوا غيرها، العبوا غيرها. ده المرة دي الأمن تشعر وكأنه فاض به. فحب يكون واضح جدا. لا محدش يقول أسباب أمنية، محدش يقول طرق. طلعت تسريبات صوتية للمكالمات اللي يعني خلاص الناس بقى الحالة. ما انت عمال تستدرجها في كل موقف ليه؟ طيب. عمال تروح لها في كل موقف ليه؟ ربما كان رايي ورايك حد يفسره انه منحاز لوجهه نظر الاهلي، ويقدر مدحت العدل والاستاذ عصام سالم يقولوا كده. طب ما نلجا للاخوه الزملكاويه نفسهم ونجوم نادي الزمالك ونجوم الكبار، هو ليه الزمالك ما لعبش مع الاهلي 24 فبراير يا عم مدحت؟ تحب تسمع راي الكابتن حازم امام ثعلب الملاعب؟ اسمعوا رايك. لا انا كان نفسي الماتش يتلعب، يعني الزمالك واخد بطولتين في اسبوع، دماغنا في السماء مبسوطين جدا، كان نفسي الماتش يتلعب زي ما قلت لك حتى باللعيبه اللي ما بتلعبش ونلعب. خسرنا عادي مش مشكلة، بتلعب ماتش والناس عارفة ان بتلعب بسكند تيم عشان عندك ماتش مهم، وتوجه وتقول الكلام ده للناس، انا هلعب بكذا كذا كذا، انا كسبت بطولتين في اسبوع، محدش هيبقى متضايق. ان لعيبة الزمالك كانوا كويسين جدا، كسبوا بطولتين، ناس فرحانة. عمل ماتشين مع فرقتين جامدين، بيكسب الاهلي وبيكسب الترجي، وبالتالي طبيعي ومنطقي انت لما تلعب مش بالاساسيين ممكن تخسر من الاهلي، وممكن ما تخسرش على فكرة، ممكن كنت تلعب بالفرقة الاساسية كمان وما تخسرش، لان ماتش السوبر يعني الاهلي ما كانش اقوى منك، كنت 50 50 الماتش يعني، ماتش راح للضربات جزاء يعني، فالموضوع مش اللي هو منتهي ان الاهلي هيكسب، هو الكلام كان على ان هم هيبقوا تعبانين انه يلعبوا ماتش الترجي، وفكره ان الترجي اهم بالنسبه لك دلوقتي من الدوري،
ممكن تكون فكره منطقيه، بس زي بقول لك ما كنتش كان تلعب الماتش ده باللعيبه اللي ما بتلعبش وتجهزهم حتى لماتش الترجي ان هم يبقوا احتياطي ستاند باي. كان نفسي كده يعني، ده اللي كان اتمناه. زي ما بقول لك اسبوع كان الاسبوع اللي فات اسبوع حلم بالنسبه لي يعني، او بالنسبه لاي زملكاوي، ان كان كل حاجه فيه حلوه. فكنت اتمنى ان النهارده كان يبقى فيه ماتش يتلعب، ماتش زمالك واهلي، ماتش من الماتشات دايما، ماتش من اهم ماتشات العالم يعني العربي، وبالتالي كنت اتمنى يبقى الشكل احسن من كده يعني، او يبقى الموضوع باين اكتر من كده وواضح اكتر من كده من غير ما يبقى فيه سيناريوهات اللي اتعملت يعني. ما سمعناش على لسان الكابتن حازم امام يا اخ مدحت لا طقس ولا ظروف جويه ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. الناس كانت تعبانه وعايزه تريح وعايزه تستعد للترجي وعلشان حسابات ماتش القمه. فين بقى سوء الاحوال ومجامله الاهلي والتعنت وكله لارضاء الاهلي؟ راي حازم امام كفايه ولا تسمع كمان احمد حسام ميدو؟ يعني طبعا مشهد مؤسف يعني النهارده ماتش الزمالك والاهلي اللي كان كل العالم العربي وسلوبه كل الناس بتستناه انها تتفرج عليه. النهارده بنوصل اللي بيوصل بينا الحال ان فرقه واحده بتروح الملعب وفرقه الثانيه يعني مش موجوده، الحكم بيقعد نص ساعه وبعد كده يطلق صفاره النهايه باعتبار الاهلي فائزا. انا بقول لك انا عندي اصدقاء كتيره جدا في دول مختلفه حوالينا ودول شقيقه بيضحكوا علينا دلوقتي. ومش ده ابدا قيمه الدوري المصري التاريخيه ولا قيمه الزمالك والاهلي. قيمتنا اكبر من كده بكتير يعني، اكبر من كده بكتير. للاسف كان شكلنا وحش جدا. وانا بضم صوتي لصوت المهندس فرج اللي لسه سامعه بيتكلم، ان حتى لو خدت قرار ان انت هتنسحب، ان يعني ان انت عايز تحمي حقوقك او ان انت تحافظ على حقوق ناديك او كل حاجه حتى سواء ده صح او غلط، لكن ما ينفعش المنظر يبقى كده. الامن النهارده بيطلع تسجيلات وبيطلع فيديوهات بيقول ان الفرقه تعمدت او الاتوبيس تعمد عدم الوصول للاستاد. قيمه الكره المصريه وقيمه نادي الزمالك اكبر من كده بكتير. لكن المشهد اللي احنا شفناه النهارده عمرو مشهد الحقيقه محبط. لا محبط، انا بقول لك انا راجل الناس كلها شافت فرحتنا بعد ماتش السوبر الاخير في ابو ظبي. والله بص انا اول يعني انا بكلمك من السرير ده اول من المنظر انا شفته داخل السرير قاعد في السرير، لان زعلان ان احنا يوصل بينا اليوم ان فريق من فريقين التوب في مصر الاهلي يوصل الملعب وفريق تاني ما يوصلش، وبعد كده يتقال ان الفريق تعمد عدم الوصول للملعب. الكلام ده يعني ما يصحش وما ينفعش ان هو يتعمل في بلد بقيمه مصر وبدوري بقيمه الدوري المصري وبنادي بقيمه نادي الزمالك. احنا اكبر من كده بكتير. اظن كلام الكابتن احمد حسام ميدو مش محتاج تعليق والله، يعفينا من اي تعليق يا اخ مدحت، لان انت هتقولي اكتر باللي اتقال. لكن طب ده الكابتن حازم امام بقيمته وتاريخه، وده الكابتن احمد حسام بوضوحه وبصراحته. الاثنين نجوم كبار قدام والاثنين بصمين بالعشره ان اللي انت بتقوله ده كذب بشكل واضح وصريح. تحب تسمع كابتن نادي الزمالك في الملعب دلوقتي؟ انت جبت حكايه الاحوال الجويه اللي انت حاولت تلبسها بالباطل ازاي؟ اسمع الكابتن حازم امام كابتن نادي الزمالك. ماتش الاهلي والزمالك اللي هو كان هنا انتوا كان في اتفاق انكم مش هتلعبوه. اللي احنا رحناهوش؟ هو تعليمات ان مش هنلعب ماتش، عارفين من قبليها يعني؟ عارفين قبليها. امال ايه القصه اللي احنا سمعناها بتاعت راحوا النادي لا ليهم فلوس، طب مش هناخد فلوس، طب مش لاعبين؟ لا هو احنا كنا لسه راجعين من ماتشين السوبر، فاللعيبه كانت مجهده جدا. هو كانت وجهه نظر المجلس الاداره عندنا ان الماتش يتاجل زي اي ماتش، عشان كان عندنا احنا ماتشين صعبين، ماتشين الترجي ونادي الاهلي. يعني انتوا عارفين من الاول انك مش هتلعبوا؟ بالظبط كده. ورحتوا النادي عادي يعني؟ رحنا النادي. مفيش خلاف يوميا؟ لا مفيش لا لا خالص والله. احنا شفنا الاوتوبيس اللي هو كان المفروض اللعيبه اللي كانت هتروح تلعب الماتش شفناهم هم خارجين. انتوا رحتوا قعدتوا مع المستشار مرتضى؟ احنا قعدنا مع المستشار، اتكلمتوا يعني شويه وانتوا رايحين عادي، مفيش مشاكل؟ لا مفيش مشاكل. لا وتاني يوم كنا موجودين في التمرين كلنا. الماتش ده لو لعبتوه حازم بيأثر على ماتش الترجي؟ كان هيأثر على ماتش الترجي ممكن معنويا، ممكن بدنيا،
لان انت ممكن غير البدني بتاع الماتش، انت البدني الذهني ده نفسه، ان احنا بنفكر في ماتش الترجي قبليه بفتره كبيره ان هو كان ماتش سوبر، ده بياخد من طاقتك كتير جدا. فان احنا عديناه وبعد كده بفكر في ماتش النادي الاهلي بتاع السوبر، ماتش ببطوله برده، واخد من ذهنك كتير جدا غير الطاقه البدنيه. انت كنت واصل لماتش النادي الاهلي كان هياثر عليك جامد، يعني حتى لو كنت قدرت تلعبه وعدى باي نتيجه اكيد كانت نتيجه الماتش الترجي ما كانتش هتبقى كده. ما كانتش هتبقى كده. لا لا ما كانتش هتبقى كده. واضحه يعني، مش عايزين نعلق كتير، لان الحقيقه انت جبت النماذج كلها بما فيها كابتن الفريق. لا احنا كنا مرهقين وما كانش ممكن نلعب، كانت هتاثر على نتيجه. عندك سبب، ما خلاص خد موقفك بناء على السبب الموضوعي اللي انت شايفه. ليه تدخل ان ده لارضاء الاهلي؟ لا عشان بعد كده التاجر بعكس الكلام بقى والتاجر بالظروف المناخيه والتاجر مش هتكذب على الناس. لا لا، على نفسك اول واحد. انت بعد شويه الناس دي بتصدق والله يا استاذ ابراهيم ويعيش معاك. طب قابلهم كده دلوقتي في اي حته هيناقشوك بالطريقه دي. هو عارف انه ما بقولش حاجه صح، بس بعد شويه ليه؟ لا ده بيريحني، ده تفسير بيريح. بدل ما نكون كلنا منارات نحاول ان احنا ندي الناس النموذج الصح اللي تقتدي بيه، لا نفضل نبرر بعكس الحقيقه. بعكس الحقيقه. ده شيء مش مظبوط، وده استمرار للتجاره بين الاهلي بيتعامل بطريقه من مين مش عارف. يعني مين اللي مسؤول النهارده اللي همه قوي جامل الاهلي؟ هاتهولي شاور لي عليه. يعني هاتهولي شاور لي عليه. ده بالعكس، ده جمهور الاهلي زعلان يقول لك انت ما بتاخدش مواقف قويه، مع انك بتوصل الحمد لله ان الناس كلها تشوفك صح. يعني مع تقدم الوقت حقك بيجي لك والناس بتشوفك صح. لا احنا السنه اللي فاتت طلبنا تأجيل الدوري لما بعد انتهاء البطولة لأول مرة في تاريخ الأندية لحسابات لم تتحقق، ويفوز النادي اللي كان بيقول النادي الأهلي كان ياخد موقف قوي. إيه ننسحب؟ لا مش هننسحب. وقتها قلت لك أنا هنا من السذاجة إن احنا ننسحب. لا عندنا حلم مصدقينه إن احنا هنكسب، كسبنا الدوري. نفس الشيء دلوقتي، انت ما بتعالجش الامور بانفعال، انت بتعالج الامور بموضوعيه وبتلجا الى اخر مدى بالشرعيه وبالقانون، وبيسيب غيرك يتقول عليك وربنا بيظهر الحقيقه باذن الله. طيب الاسبوع اللي فات واحنا او الحلقه الماضيه لما عرضنا ردا على الاخ مدحت العدل في جزئيه التاريخ والبطولات والحلال والحرام، قلنا له عايز تعرف الاهلي بطولات الاهلي مين كان بيدير الكره المصريه زي ما دلوقتي الاهلي ياخد البطوله السنه اللي فاتت اللي سلموا الدرع الاستاذ عمرو الجنايني، هتكذبوا على الاجيال بعد كده انه الاتحاد ده جامل الاهلي، وهتنسوا او هتحاولوا تنسوا الناس انه اللي كان رئيس اللجنه اللي بتدير اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني، زي بالظبط ما بتحاولوا تكذبوا على الناس انه كل بطولات النادي الاهلي اللي كان بيدير اتحاد الكره في معظمها اقطاب من نادي الزمالك الكبير، اقطاب كبار من الكابتن حلمي زموره للمشير عامر لحسن عامر لحيدر باشا قبل الثوره وهكذا وهلم جره. والاهلي بياخد بطوله، ده يحسب للنادي الاهلي وقيمته البطوليه زي ما بيحسب لقيادات اتحاد الكوره اللي ما بيتدخلوش في الغالب او فيما هو يؤثر يعني. لكن الكذب على الاجيال خلانا حتى نفكره ونفكر كل واحد ممكن تخيل عليه الكذبه فيما بين الحلال والحرام، والكلام الفارغ اللي اتكتب على الاهرام ومش عارف مين ومين والفساد الممنهج والكلام الفارغ اللي بيتكرر، انه يا اخي مع الصافره الاجنبيه مع الحكام الاجانب في لقاءات الاهلي والزمالك هنفكرك كرقم واحد بس في كل البطولات اللي الاهلي واجه الزمالك فيها، والزمالك نادي كبير مش محتاج ان انت تكذب هذا الكذب. الاهلي والزمالك لعبوا ضد بعض 92 مره بحكام اجانب، 92 مرة في كل البطولات اللي قدامكم. الأهلي كسب 41 من ال 92 والزمالك كسب 19، 41 ل 19 يعني تقريبا شوفوا أكتر من الضعف بحكام أجانب. وهنكذب على الناس وهنقول عشان الحكام بيجاملوا الأهلي وكالة الأهرام فيها كل الحكام. اتفرج على المقارنة في كل البطولات زي بالظبط الموسم اللي فات، حتى الموسم اللي مضى الزمالك يلعب مع بيراميدز الحكم ايطالي يتعادلوا 3-3،
الاهلي والزمالك يلعبوا بعض حكم روماني 0-0، الزمالك يلعب سموحه بحكم برتغالي يكسب 1-0، مع حكم صربي يكسب 2-0. ده اللي بيقول لك اصل الحكام الاجانب. الزمالك مع بيراميدز، بيراميدز مع حكم نرويجي يكسب بيراميدز 1-0. الزمالك يفوز على وادي دجله 2-1 بحكم كرواتي، والزمالك يتعادل مع الانتاج الحربي بحكم يوناني، والزمالك يتعادل مع حرس الحدود بحكم صربي، والاهلي يكسب الزمالك بحكم مجري. ده في الموسم الماضي. لو رجعنا كل الاحصائيات هيبقى الكلام كتير قوي حتى على المظلوميات. لكن ما علينا. المهندس عدلي اشار لجزئيه انه صناعه الكراهيه. ليه مناخ صناعه الكراهيه؟ نادي الزمالك نادي كبير وله جمهور محترم. زي النادي الاتحاد ما نادي كبير وله جمهور محترم، زي الاسماعيلي ما نادي كبير جدا وله جمهور محترم، والنادي المصري، كل هذه الانديه بجماهيرها على علاقه طيبه جدا مع بعضيها. ليه باستمرار تسميم الابار فيما يخص الاهلي مع هذه الانديه او مع الزمالك بشكل مباشر؟ الساحه الرياضيه ما اعتقدش هتحتمل الكلام ده. الزمالك بينافس، عنده ادواته، عنده تاريخه، عنده رموزه ابني عليها. النادي الاهلي له طريقه، له بطولاته، له قيمته، له تاريخه. ليه دايما وابدا؟ لا ليه معروفه ليه؟ ليه؟ هو دلوقتي انت المتصدر، هيقول لك انت يعني هيطلع يقول اصل الاهلي متصدر عشان اقوى مني واحسن مني وبيشتغل افضل مني، ولا هقول لك ايه؟ اصله بيتجامل اصل حتى لما تقول له يا راجل انت تجامل ازاي؟ ده انت عمك اللي بيحكم، ده انت رئيسك اللي بيحكم، ده انت رئيس ناديك اللي بيدير الاتحاد، ده انت ما تيجي تقول له الكلام ده كله يقول لك لا برضه مش هيحصل. طب هتعمل ايه؟ زي الكابتن جمال عبد الحميد، اهي تاهت ولقيناه. كابتن جمال عبد الحميد راح من الاهلي بعد التاريخ وبعد عطاء وراح الزمالك وقدم تاريخ وعطاء، تفاصيله ما احناش في مجال للتعرض ليها، مع انه تفاصيلها نتمنى عدم التعرض ليها، نتمنى عدم التعرض ليها. لكن طلع مع الزميله الاستاذه مي حلمي في قناه الحدث برضه الكلام عن الاهلي، نشوفه لانه في اطار صناعه الكراهيه. عارفين الكلام ده، بس انا من رايي العام لما اكتب سؤال على تويتر بيخش فيه كل الناس يردوا على السؤال ده، فانا جبت لك الاكثر شيعا او الاكثر انتشارا في الاسئله كره كابتن جمال للنادي الاهلي. بس انا بقى ماليش دعوه اهلاويه زملكاويه، انا جبت السؤال اللي كان بيتكرر. حلو بقى، انا معاك دلوقتي. اللي انا جبت بقى سيره انا كريت النادي الاهلي في ايه دلوقتي في الحديث معايا وما. انا ما اقدرش ارد على لسانهم، انا بسالك انت ممكن تسالهم وهم يردوا عليك. انا بقول لك انا كريت ايه دلوقتي، ما كل مواضيع بقول كده بعشق الزمالك بيكرهنا. لا انا بعشق الزمالك بس ما بجيبش سيرتهم خالص، بس هم مش عايزين حد يعشق الزمالك. طب السؤال الثاني سيبك من مش عايزين النادي. حد يعشق الزمالك ليه؟ ليه يا كابتن؟ ما هم بيحبوا الاهلي وانتوا بتحبوا الزمالك، فخلاص يعني ليه مش عايزين حد يعشق النادي الزمالك؟ ما ليه ما انت زملكاوي؟ طب انا ما بقولش ما بجيبش سيرتهم في حاجه خالص خالص. طيب. انا كل اللي انا بتسال فيه بجاوب عليه بس. طيب الخبرين برضو اللي اتسالت عليهم على التويتر، احمد بلال وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال ابطال فيلم الرهان الفاشل، بعد لو فاز الاهلي بالدوري ابقى ما بفهمش في الكوره وما عنديش فكره اساسا، ده اليوم السابع والناس كتبت الكلام ده في التويته وقالت لما هو قال التوقع ده وطلع غلط وقال انا ما عنديش فكره وما بفهمش في الكوره، ليه لسه بيتكلم في الكوره؟ علشان اصلا فعلا توقعت غلط، ومش عيب الواحد يغلط. مش عيب، بس حضرتك قلت لو التوقع ده لو كان غلط او لو كان صح يبقى انا ما بفهمش في الكوره وخلاص، وتوقعت غلط وخلاص. في ما بتغلطيش، مفيش حد بيغلط، كلنا ملايكه. لا اكيد بنغلط، بس انا بقول لك غلط لان كان الزمالك كان معشمني ان هو ياخد البطوله، ولكن مؤكد حب الكابتن جمال لنادي الزمالك يحترم ويقدر وهذا حقه. بالظبط. مؤكد يعني ما فيش عاقل هيلوم الكابتن جمال ان لو طلع يقول انا بحب نادي الزمالك، انا بحب نادي الزمالك، الزمالك ده احسن نادي في الدنيا. حقه يا استاذ يا كابتن جمال، انت احنا كل اللي بيترد عليك انك دايما تظهر الاهلي وكانه ظالم ومقصر وبياكل الناس لحم ورميه عظم زي ما قلتها اكتر من مره على لسانك، فانت بتخلق صوره سلبيه عن النادي الاهلي. انت مش بتحب الزمالك هنا، انت بتخلق صورة ذهنية سلبية من خلال مظلومية غير حقيقية بتروج لها. هو ده كلام الناس، وهي دي بنتنا اللي كانت بتناقشك كانت بتقول لك كده، حب الزمالك بس ليه؟
تظهر انك ما بتحبش الاهلي او 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 ليه اظهار الاهلي في صوره عكس الحقيقه او حتى بالمناسبه عكس الواقعه التاريخيه؟ لانه لو فتحنا كتب التاريخ ناس كتيره مش حد يعني مش هيبقى عندها فرصه مش اصلا مش معنيين بالرد دلوقتي بالكلام ده. ان احنا بنقول له مؤكد يا كابتن جمال اي واحد يحب نادي ده حقه ولازم يحترم هذا. بالعكس احنا نحترمك نحترمك لحب انك تحب ناديك نحترمك لحب النادي الاسماعيلي نحترمك لحب النادي اي نادي في مصر شعبي اتحاد مصر زي ما بتقول محل منصوره بالزبط. نحترمك لهذا الحب لان هذا اعتراف بفضل المكان اللي انت تألقت فيه. لكن انك انت مش ضروري ما تحب حد لازم تكره حد يا اخي هو دي النقطه ده مش يكره الاساءه بقى ما هي الاساءه نتيجه انك بتكره مش هتسيء لحد بتحبه اه طب مش هتسيء لحد ما فيش بينك وبينه مشاعر هتسأله ليه هتنساه انت الاهلي مرحله في حياتك طوتها ورحت نجحت في حته تانية ربنا كرمك انتهى خلاص مش ضروري نفتق لبعض لان التفتيق مش لصالحك او مش لصالح لاي حد طلع كذا حد برضو يجيبوا لك واحد مثلا كابتن شريف اشرف كابتن شريف اشرف موضوع بسيط جدا وهو قاله بس الالحاح في الحوار انه يخلوه يشتكي من النادي الاهلي كابتن شريف اشرف كان واحد من المع الناشئين اللي طالعين في مصر وهو احمد المحمدي كان ابرز اثنين في المنتخب الشباب وكان هداف النادي الاهلي اخر سنه كان المفروض يجدد عقده مع النادي الاهلي قيل حط تحت دي بقى 10 خطوط قيل انه جدد ولما لجنه الكوره جابت المسؤول عن الفريق وقتها كان الكابتن ضياء قال ايوه انا سالت احمد فوزي اللي هو الاداري مجدد والعقد سليم وكل حاجه كابتن ضياء ايوه ايوه اتضح بعد كده ان هو عارف ان اللي مضى على الاستماره برضاه لان هو بيحصل ايه؟ بيحصل دلوقتي قاعدين في الاوضه 20 واحد في التجديد وهم قاعدين تعال امضي يا كابتن امضي يا كابتن من امتى احنا اتاريهم في وجوده امضي يا كابتن امضي يا كابتن الاداري مضى لبعض اللعيبه وما قالش للكابتن ضياء لان الكابتن ضياء كان بيخش يدافع عن سلامه الموقف هو ده مشكله الكابتن شريف اشرف مش انه راح الزمالك اللي هو توقيع بحسن النيه لا هو كمان دفع لي العقد ده كان بيقبضه يعني العقد اللي هو قال انا ما مضيتش عليه قعد 6 اشهر يفعله بيقبضه اه فما علينا فاحنا اول ما الاهلي ادرك كان الاهلي راح يشتكي اول ما الاهلي ادرك ان ده مش توقيعه ان ده خطا الاداري وان الاداري خب على كابتن ضياء وضياء نتيجه لهذا دخل اللجنه وقال لهم لا ده احنا لازم نستمر في شكوتنا احنا اصحاب حق ها وكان تغيير جذري يعني الاداري دفع الثمن وحاجات كتيره زي كده. انما الكابتن شريف اشرف كان وقتها فسرها انا جات لي فرصه هتختصر لي وقت كتير. الاهلي مدجج بالفراوده الزمالك محتاج فيرود. ورحت لعبت فعلا فورا في نادي الزمالك ده سبب موضوعي واستغليت خطا الاداري بتاعك في انك رحت. بس هي كده لا الاهلي غرر بيه ولا الاهلي ظلمه الاصرار هو الاهلي ظلمك لازم في الاخر مش هيقول لما يقول اه ظلمني ظلمك ليه لانه انا ما كانش هيقدر يصعدني لان وجود هو بقى الايه فلافيو وعماد متعب ومش عارف مين مليان دي اسباب كافيه طيب ما خلاص يا كابتن شريف عموما هي ظاهره فعلا واضحه في كتير من البرامج الرياضيه الاخرى استضافه بعض اللعيبه اللي مشيت من الاهلي في ظروف ما ممكن اسباب موضوعيه زي اللي المهندس عدلي بيقولها انه الطريق مزحوم بلعيبه تقيله جدا محدش يقدر ياخد منها فرصه لا في الاهلي ولا في المنتخب وبالتالي نبدا نجيبه دلوقتي عشان ننكأ الجراح علشان الاساءه للاهلي او التكسير في القيمه هو ده الهدف لكن باستمرار هنكون حريصين على متابعه والرد على كل هذه الالاعيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تبدا الفقره الحواريه المهمه الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي وكلام مهم جدا لكل الأهلوية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة حوارية مهمة فقرة مهمة لكل الأهلوية الحقيقة بيكون
او بيشرفنا ان يكون ضيفنا فيها الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي. استاذ ابراهيم اهلا بك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. اهلا ورئيس لجنه العضويه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي. يا باشمهندس اهلا بيك. اهلا بيك استاذ ابراهيم. اهلا بيك كابتن عادل. اهلا بيك. ازي حضرتك مشرفين. واللاعب الدولي السابق في النادي الاهلي كره الطائره. الناس لازم تعرف مين الناس اللي قاعده قدام. وانت كنت واحد من انجح سكرتيري العاب كره الماء يعني بيخروا اهل يا استاذ ابراهيم يعني صحيح. من ناحيه الخبرات والانتماء. والحقيقه كان مهم جدا استاذ ابراهيم ان احنا ننتهز فرصه توقف الانشطه والدوري والمسابقات ان احنا بقى المؤجلات اللي كنا مأجلينها ان الناس تعرف ماذا يحدث في النادي الاهلي وكيف يواجه الاهلي المستقبل القريب والبعيد. وعشان كده احنا يعني عشمانين نشوف حاجه جديده النهارده. تكلمونا عن كل مشاريع الاهلي الهندسيه والمستقبليه القريبه والبعيده واعمال التطوير لصالح الاعضاء اللي هي في الاخر بتحول هذا الكيان الى مؤسسه بالمعنى المفهوم. تمام يا كابتن عدلي. يعني طبعا ما نتمناش ان فتره التوقف دي تمتد. يعني احنا مهتمين بالرياضة اهم حاجة طبعا، ويمكن الناس بتهتم بالرياضة وبتتابع الرياضة طول ما في نشاط رياضي. نأمل ان تبقى يعني مجرد ازمة عابرة ان شاء الله، هي ازمة عالمية على الناس كلها، مش ازمة داخلية، وده اللي مصعب الامور المرة دي. لكن ان شاء الله نأمل انها تعدي على خير. طبعا الناس او محبي النادي الاهلي بصفة عامة دايما النادي الأهلي بالنسبة لهم هو الكيان الرياضي الكبير أو الأكبر في مصر والشرق الأوسط وفي أفريقيا. بيهتموا بالأخبار الرياضية، بالكورة، بالألعاب التانية. النهاردة بقى فيه اهتمام بألعاب الصلاة كبير جدا، حتى الألعاب الفردية ونجوم الألعاب الفردية الناس بقت عارفاها بالاسم. صحيح. إنما أن الناس ما تعرفوش أن الكيان ده النهاردة كبر جدا جدا جدا، وبقى مش مجرد بس اهتمام رياضي، وما بقاش اهتمام كروي واهتمام والعاب اخرى. لا، النهارده بقى عندك اربع مقرات محتاجه انشاءات، محتاجه اهتمام، محتاجه توسع، محتاجه انشاءات كبيره جدا وحجم مشاريع كبيره جدا. ده بخلاف الخطه بتاعه الامتداد الى المحافظات. طبعا احنا هنتكلم ليه النادي الاهلي وليه عضويه النادي الاهلي، وهنقنع الناس بما يعني ايه يتناسب مع الناس. بنكلمهم بالعقل وبنكلمهم بالمنطق وبنكلمهم بمميزات النادي الاهلي. لكن اللي عايز اقوله الناس يمكن ما بتبقاش حاسه بحجم المشاريع. طبعا انا مش هتكلم على مجلس الاداره الحالي لان احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم على اللي موجود، لكن المهندس سامح يمكن هيتكلم بقى باستفاضه عن المشاريع القائمه. لكن عايز اقول ان ده امتداد لمجالس والتاريخ للنادي الاهلي. صحيح. من اول نادي الاهلي المساحه الكبيره قوي اللي كانت في الجزيره وصغرت بحكم اخذ الاتحاد الكوره وبعض المشروعات او بعض الامور الحاجات اللي حوالين النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي كانت سباق ورائد في فكره ان يبقى في فرع تاني لاي نادي في مصر، وكان فرع مدينه نصر وبعديه تبع فرع الشيخ زايد وحاليا فرع التجمع الخامس. المشاريع دي الاربعه دي مشاريع كبيره جدا جدا يا كابتن عادلي. حضرتك محتاج انك توسع الرقعه، توسع الناس تيجي اللي بتشتري الجديد، اللي داخلة على نادي جديد لسه ما فيهوش أي إنشاءات زي التجمع، محتاجة إنها تبقى مطمنة إن عندك مشروع متكامل وعندك فكر متكامل هتكمله لهم، وإمتى هيكمل، إمتى محكوم بتوقيتات محددة. طبعًا، لأن أنا لازم هحترم الناس دي. يمكن الشيخ زايد كان في مشكلة بس كانت خارجة عن إرادة المجلس اللي موجود في الوقت ده، لأن دي كانت ثورة في البلد كلها. صحيح. لكن بعد كده الشغل اكتمل والناس اكتملت، الحمد لله من افضل واجمل الانديه اللي موجوده في الوقت الحالي في توسعات. احنا عايزين نتكلم وهنتكلم باستفاضه عن كل فرع. احنا دلوقتي يا استاذ ابراهيم احنا في منتصف مارس. تمام. مهندس عدلي اشار الى ملف العضويه اللي حضرتك رئيس لجنته. تمام. باقي 15 يوم. ده تمام. ويغلق باب المهله اللي مجلس الاداره حددها. تمام. للاسعار الحاليه لقبول العضويات. تمام. ايه اللي حاصل دلوقتي
وايه المنتظر في خلال ال 15 يوم وبعديها في ايه؟ انا بس احب اقول لحضرتك حاجه يمكن احنا اتكلمنا فيها قبل الهوا. حضرتك بتقول لي احنا الظروف صعبه دلوقتي، هل ينفع نمد شهر او شهرين لان الظروف خارجه عن اراده الجميع؟ للاسف ما ننفعش طبقا للقانون، لان ده قرار جمعيه عموميه ان من 1/4 الاسعار الجديده. فعشان ارجع في اي قرار ده احنا يعني يعني النادي الاهلي بيحترم قرار جمعياته العموميه فلازم هيتطبق. فاحنا فاتحين بكل قوه، بنستقبل الناس وبنستقبل الطلبات. عندنا زي ما قلت الحركة احنا امبارح لحد امبارح كان عندنا لجنه، كان زميلي استاذ طارق انديل وانا كنا فيها امبارح، كان اللي جه حوالي 175 مشترك في لجنه واحده امبارح بس عندنا حوالي طلبات متاخره حوالي 500 طلب تاني، غير ان احنا خلال الشهر اللي فات بالظبط كان قابلنا حوالي 1500 طلب عضويه. متوقع ان الاسبوعين دول مع الطلبات اللي جايه لنا من الشركات ان احنا يعني متخيلين ان العدد يوصل تاني من 1000 ل 1500 طلب عضويه اضافيه. احنا طبعا لازم نفهم الناس ان احنا من 1/4 الاسعار هتزيد جدا. الشيخ زايد هيرتفع الاشتراك بتاعها من 175000 ل 250000، التجمع من 200000 ل 250000، العضويه العامه من 500 ل 750000، وده بالنسبه للمؤهلات العليا. المؤهلات المتوسطه هتبقى من 250000 ل 400 في الفرعين، ومن 300 ل 400 برضه في التجمع، ومن 600 ل 1000000 في العضويه العامه. طب هل الارقام دي احنا خدناها كده يعني مجرد ارقام جزفيه بالظبط كده يا كابتن عادل؟ لا، الارقام دي مدروسه وعارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين التوزيع الجغرافي بتاعه. يمكن لما هنيجي نتكلم ليه الناس بتشترك وتشترك في النادي الاهلي بالذات هنتوسع وهنقول اكتر فيها باذن الله. لا، في نقطه بس عشان الملف يتقفل خالص. طب انتوا ممكن جدا الاسبوع بتاع الجو ومش عارف ايه والكلام ده يبقى فيه اقبال متنامي جامد جدا خلال ما تبقى من شهر مارس، ضغط كبير. هتعملوا ايه؟ هتقدروا تقابلوا كل الناس دي ولا هتعملوا ايه؟ انت قلت انا متوقع يمكن نوصل 1000 1500 عضويه جديده خلال ال 15 يوم ولا 10 او ال 12 يوم اللي باقيين، هتعمل ايه؟ والله بص يا كابتن عادل، احنا طبقا للائحه، اللائحه بتدينا حق ان احنا نستقبل الطلبات، ويبقى اخر ميعاد لشراء الاستمارات والتقديم للعضويه يوم 31/3. من 31/3 ليا شهر طبقا للائحه اللي اقرتها الجمعيه العموميه اقدر اقابل الناس فيه تصفي العضويه دي. احنا اخر طلب عضويه رسمي هيتقدم لنا هيبقى يوم 31، بعد دي بيوم هنطبق الاسعار الجديده. اذا بس هوضحها للناس، لكن هنقعد هنفضل على اتصال بالناس نحدد اللجان، لان انا مش هقدر. هي دي المهله اللي تقدر تتصرف فيها بس كده، مهله مقابله الاعضاء اللي تقدموا بالفعل وانهاء الاجراءات بالظبط. هي الشهر اللي ابريل ده يعني كل من يتقدم لحد 31 مارس هيقبل بالزبط. مش هيقبل، هيقبل ان يفحص بالظبط كده. بعد كده حتى لما يعني ما اللجنه ما قابلتوش، عندنا شهر هتقابله اللجنه بالظبط. فيعني احنا بنحفز الناس اللي بيفكر يعمل عضويه يلحق يقدم لحد 31، في نفس الوقت بنطمنهم اللي مش هنلحق نقابله لحد 31، اللائحه المعتمده للنادي الاهلي بتدينا فتره سماح لمده شهر ان احنا نقابله، وخلال الشهر ده هنكون انتهينا من مقابله جميع متقدمي طلبات العضويه. التركيز بيتجه للعضوية العامة ولا موزعة ما بين التجمع والشيخ زايد والعامة؟ لا والله طبعا يعني بحكم السكن وبحكم ان التجمعات الجديدة، لا طبعا الشيخ زايد عليه طلب متزايد جدا بحكم ان هو كمان النادي قائم والناس شايفة قدامها. الناس عايزة تجور الباشمهندس عادل كبيرة جدا. الناس عايزة تجور الباشمهندس عادل. هو كان في التجمع بس ما اعرفش ايه اللي خلاه يهرب. خلى الناس راحوا التجمع وسابهم وجه الشيخ زايد. بالصدفة الشديدة يا استاذ ابراهيم فوجئت، محرم كنت عنده يوم وحد صاحبه بيبيع وحده على سور النادي الاهلي، وانا طول عمري اقول ازاي فاتتني ان انا احجز حاجة. بس هاخد من حضرتك، بص حضرتك بتقول يا كابتن عدلي على سور النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل كهنات سكانيه وبيقوم المنطقه. يعني لو حضرتك تفتكر، فاكر عم حسين الله يرحمه المصورات الشهيره؟ يعني حسين حنفي طبعا.
الراجل ده راح صور النادي الاهلي في مدينه فرع مدينه نصر قبل ما يقام. المكان ده كان صح. يعني اسف كان مكان للناس بترمي فيه رتش المباني هناك. وكان سعر المتر ساعتها كان جنيه واحد بس. وده انا القصه دي انا عرفتها في احدى المحاضرات للمطورين العقاريين، وكان راجل اهلاوي فبيتكلم النادي الاهلي بيعمل ايه لما بيروح مكان. اصبح هو العنوان بتاع مدينه اول ما النادي الاهلي شال الرمل والتراب ده المتر نط من جنيه ل 100 جنيه. لما النادي الاهلي حط حجر الاساس متر الارض نط من 100 جنيه ل 1000 جنيه. بص مدينه نصر عن النادي الاهلي النهارده بقت عامله ازاي. نفس القصه في الشيخ زايد. الشيخ زايد كان الكومباوند اللي في ظهر النادي الاهلي كان يعني ماشي لكن مش بنفس القوة، وكان في مجموعة مشاريع ما كانتش قايمة يعني كانت معطلة. لما المجلس السابق افتتح في مارس 2015 الشيخ زايد، المرحلة الأولى في الشيخ زايد، اتنقلت الشيخ زايد المنطقة السكانية، وكانت الناس ساعتها لو تفتكر أيام مجلس كابتن حسن في 2004 وكنت أنا أتشرف إن أنا عضو في المجلس ده، كانت الناس تقول لك أنتوا نقلتوا من عند مول العرب ووديتوا في آخر زايد، ده بره ده بره التجمعات السكانية. بالظبط كده، حضرتك خدت كل الظهير الصحراوي ومدينة سفنكس الجديدة، ده بالصدفة لأن نية النادي الأهلي دايما سليمة الحمد لله. صحيح. فالنهاردة لما تبص على المنطقة دي اتقام عليها ازاي كمية مشاريع وزايد الجديدة وسفنكس، نفس القصة النهاردة التجمع يمكن في منطقة بيت الوطن بتتباع على حس النادي الأهلي، مفيش حاجة تانية بتتباع على حسها خالص. بالعنوان في أحد الناس اتكلم وربط مشروعه بالنادي الأهلي، وده كان وضع حجر الأساس. بالظبط بالظبط. في ناس دلوقتي بتستغل دي وتقول لك احنا يعني ما 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 انت ممكن تقول انا جنب بيت وطن بس ما تحطش شعار النادي وكانك جزء من. بالظبط كده بالظبط كده. وده لكن قصدي اقول لحضرتك النادي الاهلي دايما بيعمل نقله نوعيه لاي مكان بيؤسس فيه لفرع جديد. التجمع بالشكل اللي احنا شايفينه باشمهندس سامح، البدايه في التجمع منين وخطواتها ماشيه ازاي؟ هي اول حاجه بدايتها كانت الاجراءات الورقيه الاول، القرار الوزاري والتصميمات والتراخيص، ودي خلصناها كلها الحمد لله. بدانا دلوقتي في اعمال التنفيذ في اول مرحله، ودي اصعب منطقه، دي اصعب حاجه يعني التراخيص واعتماد الرسومات. انا افتكر قعدت في القرار الوزاري الشيخ زايد اول مره اربع سنين. ايوه قرار وزاري بس. ممكن استاذنك في توضيح الفرق بين وضع حجر الاساس، لانه برضو الجزئيه دي تعرضت للرغي كتير. كان في المجلس السابق مجلس المهندس محمود طاهر وضع حجر اساس في الايام الاخيره لعمل المجلس، فالناس شافت انه طب ايه الداعي لوضع حجر اساس تاني؟ هندسيا ايه اللي تم؟ القصه باختصار شديد، احنا المجلس كابتن محمود لما استلم بعد الانتخابات رحت عينت الارض اللي المجلس السابق استلمها، لقيت ان الارض فيها مشاكل لا حصر لها. اكبر مشكله فيها ان فيها اعماق على عمق 30 متر متجرفه بالكامل، لان هي رمله نظيفه جدا. فمستحيل انك تعرف تنشئ عليها نادي، وخصوصا النادي دوت على شارعين، يعني شارع من قطعه من ناحيه دي ومن الناحيه الثانيه. فبعض الناس تقول لك ايه طب ما تعمل تدرج، انا هعمل النادي تحت في الارض؟ كان مستحيل طبعا. مجلس اداره النادي الاهلي مشكورا طبعا يعني بمجهود كبير جدا قدرنا ناخد الارض اللي جنبيها بنفس المساحه تنقلها، لانها ما فيهاش الاعماق الكثيره اللي محفوره دي خالص. فقدر تتعامل مع ارض هندسيا غير مكلفه. فانت محتاج تحط حجر تجهيز أساس. الاعماق دي كان هيكلف كتير طبعا، ارقام مرعبه وبتجبرك على تصميم معين. انا قيل وقتها انك انت عشان تردم محتاج 150 مليون جنيه ارقام كبيره جدا. ملايين الامتار، لان الارض هناك تربه رمليه هايله. فطبعا كانت بتتجرب باستمرار نتيجه مفيش حد بيشايفها ولا موجود عليها. فانت بتعمل حجر اساس تاني، هي مش مجرد احنا بنحط حجر، لا ده فعلا مكان تاني هو نفس جنب الارض القديمه بالظبط بنفس المساحه. وتنفيذ المره دي بقى خلاص بقى، مش بتحط مجرد انك مجرد بناخد بتثبت لا خلاص خدت خطوات تنفيذيه فعلا. انت حطيت حجر الاساس يوم ما مضيت العقد وهتبتدي؟ لا ده احنا حطينا حجر الاساس وكنا شغالين، يعني كنا شغالين بدانا شغل وقلنا خلاص بقى ايه خلاص الهجره دارت نبدا نشتغل. اول حاجه خلصنا اجراءات ورقيه، كل التراخيص كل القرار الوزاري كل ده خلص تمام بالكامل، بدانا فيه بالتنفيذ. تعاقدنا مع احد الجهات السياديه
دخلوا فعلا بقوه، ما انتظروش حجر او كده. بتوفر عليك اجراءات كتير كل جدا. حاجه بتدي لك ضمانات في التسليم والشغل وكل حاجه. فحتى المده كانوا متفقين مع كابتن محمود على مده معينه، يوم حجر الاساس لا احنا هننزل هنسلم بنيه تحتيه خلال ست شهور. ست شهور ده حصل. انا ده بس حصل. عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، ده اجراءات توقيع العقد. انا الهيئة. عايز بس هقطع مهندس سامح، انا اسف في حاجتين. بالنسبه للبنيه التحتيه وموضوع الست شهور ده، الشركه اللي بتشتغل مع الجهه السياديه دي رئيس مجلس ادارتها راجل اهلاوي وعضو في النادي الاهلي واهلاوي، يعني من الناس الجميله، وكان وبيحضر معانا مباريات وسافر ورا النادي الاهلي في اكتر من مباراه، ويمكن قابلناه في احدى المباريات وكلمناه، فقال بصوا انا عندي العقد بتاعي بيقول لي ست شهور، بس انا كراجل اهلاوي وكراجل ساكن في التجمع انا بقول لكم من 3 لـ4 شهور ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه هكون مخلص الكلام ده، وباذن الله قبل اخر السنه هيكون الملمح العام للنادي ابتدى يظهر. انا برضو هاخد من كلام المهندس سامح واقول ان احنا يمكن الانديه اللي موجوده في التجمع وفي موجود انديه على منسوب اوطى من الارض يمكن عانت كتير قوي مشاكل البيئيه، وخصوصا في اليومين اللي فاتوا اللي كان فيها مشاكل جويه السيول. ومدون ذكر اسامي الانديه دي غزل الميه يعني الله يكون في عونهم، بس فعلا اتبهدلت. وبرضه بنقول ان يعني عشان بس ما يتفهمش الكلام غلط، ده مش مسؤوليه المجلس السابق. طبعا لان ده استلم الارض جديد. الارض لا الارض لا بيحصل ليها تجريف في الرمله والكلام ده كله، فكنت انت كمجلس انت بتبقى عايز دايما الحاجه الافضل في النادي، فلو حصل حاجه خارجه عن اراده المجموعه الناس اللي كانت موجوده في الوقت ده بتحاول تلاقي البديل والافضل. انت اوريدي رحت في الحته فكرت وروحت حركتها فكرت ورحت ده بتكمل بعض يعني. الله ينور عليك فكرت، وده اللي اتعلمناه يا كابتن عدلي بالظبط كده. البنيه التحتيه برضو مكمله للكمال، احنا ما عملناش بنيه تحتيه للمرحله الاولى بس. قرار مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما درسنا الموضوع عملنا بنيه تحتيه للارض كلها. رغم ان احنا هنفتح مرحله اولى على مهلك بقى. لا شغل متكامل، احنا عملنا مرحله كامله بنيه تحتيه كامله للنادي كلها بالكامل. ودي اول حاجه. حاليا احنا شغالين في دراسه يعني الاسعار بقى ونخش في تنفيذ عناصر نفسها اللي هي المرحله الاولى اللي الاعضاء زي صبري ما قال ان شاء الله يستفيدوا بيها، تشمل مبنى اجتماعي على اعلى مستوى، ملاعب كره سله وطايره هاندبول، ملاعب تنس، اكاديميه كره قدم، ملعبين نجيله صناعي معتمدين اتحاد دولي، مناطق جلوس الاعضاء منتشره جدا، الاسوار والبوابات. المرحله الاولى تقريبا حمام السباحه. حمام السباحه طبعا مجمع حمام السباحه طبعا لازم. طبعا المرحله تقريبا بنتكلم 80% من الارض النادي، يعني مش مجرد مرحله زي الشيخ زايد. طب البوابات بقى، لان انا اصلي انت يعني من ابدع الحاجات الحقيقه الحمد لله انها بتتنفذ النموذج بتاع بوابه النادي الاهلي. تمام دي الشخصيه والهويه بالظبط اللي هتبقى بيها كل بوابات النادي الاهلي الرئيسيه. بص احنا ماشيين دلوقتي بروح واحده، الروح اللي شفناها في اهل مدينه نصر البوابه الكبيره بالنصر، في بوابه رئيسيه في كل فرع هيبقى موجود هتبقى فيها كده من بعيد تعرف من بعيد انت رايح على الاهلي. وحاليا هنرجع برضه مدينه نصر تاني فيها بوابه فرعيه اصغر شويه بس برضه نفس الروح ونفس الالوان. المديول ده بالنصر اصغر المديول ده هيتكرر في كل افراد الاهلي، يعني انت داخل مقرب هتلاقي السور نفس السور، البوابة الرئيسية البوابة الكبيرة العبقرية السور بنفس الألوان بنفس التكوين نموذج أصغر بيتكرر على كل البوابة نموذج بالظبط. فخلاص الجزيرة إمتى البوابة والبوابة؟ إحنا البوابة الرئيسية بنخلص تراخيصها خلاص البحر قليل على البحر إن شاء الله دي بنخلص تراخيصها. مدينة نصر حاليا لما هنيجي نشوف الصور إحنا بدأنا في البوابة الفرعية اللي هي الصغيرة دي، هتلاقيها موجودة في الشيخ زايد وهتلاقيها موجودة في التجمع الخامس في الأماكن الفرعية. إذن التجمع هندسيا المرحله الاولى تنتهي امتى؟ سنه ونص. يعني اعضاء الاهلي في التجمع ان شاء الله السنه الجايه يقدروا باذن الله يمارسوا عضويتهم. بس النص مش من النهارده، احنا بادئين بقى 3 شهور قبل حجر الاساس. يعني خلال سنه؟ يعني سنه ونص ان شاء الله. سنه ونص ما هتلاقي الكلام ده بيجي من استاذ ابراهيم في العضويه كتير، الناس بتعمل عضويه. تمام. طب هنروح امتى النادي؟ تمام. لا خلي بال حضرتك برضه لا ممكن يبقى في سوفت اوبننج يعني. طبعا بالزبط. يعني احنا برضه زي المهندس سامح ما قال يمكن المره دي قلنا البنيه الاساسيه للفرع كله تتعمل مره واحده
بحيث يبقى المراحل المتتالية أسرع ومجرد اتخاذ قرار فيها ومفيش بقى بهدله في الارض مفيش بقى وتبدا من جديد خلاص والاعضاء يبقى خلاص مش هيبقوا حاسين بالبهدله بتاعت الحفر هيحسوا مباني فوق الارض بس كده وبعدين الملاعب ما بتبقاش محتاجه اوقات كتير ادي البوابه الجميله خلي بال حضرتك البوابه دي يا كابتن عادلي وان انت بتوحد شكل النادي الاهلي دي نقله نوعيه في الايمج نفسه في بالظبط كده في الشكل والشعار يعني يمكن المجلس سنه 2005 تقريبا او 2006 وثق الشعار النادي الاهلي النهارده انت بتوثق الشكل الهندسي صحيح. لجميع شخصية. فروع النادي الاهلي وبتوحد شخصيه النادي الاهلي في جميع النادي. الفروع صحيح هنرجع تاني التجمع برضو يعني هتبقى الملاعب اسرع بكتير وان شاء الله انا متوقع المرحله إن الاولى فيها ايه بالظبط في التجمع هي مبنى اجتماعي مبنى اجتماعي رئيسي ايوه مبنى اداري لاداره النادي ايوه ملاعب متنوعه اللي هي كره السله والطايره والهاندبول ملاعب التنس اكاديميه كره قدم ملعبين رئيسيين كبار نجيل صناعي اعتماد اتحاد دولي مناطق جلوس الاعضاء شهر عقاري في المرحله الاولانيه والمسجد والاسوار والبوابات نادي يعني يعني شبه نادي متكامل طبعا ضروري طبعا حمام سباحه مش في المرحله الاولى لحد يا كابتن انت حمام السباحه في المرحله الاولى بس اعتقد ان حمام السباحه بياخد وقت المرحله في الاولى هنبدا فيه لكن ممكن ما يفتحوش يستكمل لاحقا تمام الخامس ماشيين بتقويس جدا حاجات برضه وشيا كابتن طبعا احنا اللي شفناه في مدينه نصر دي ولا ايه احنا طبعا انا في النادي احنا لا هيبقى في يعني ان شاء الله باذن الله الاحدث لا التجمع هيبقى نقله نوعيه يعني في المباني وفي الملاعب يمكن حتى كنت اتكلم مع المهندس سامح في احد حمامات السباحه لقيته متغطي كده ففي دراسه بتتعمل ان احنا لان الجو بقى صعب قوي سواء في التجمع او الشيخ زايد تعمل حساب السيدات سيدات ما نقدرش ما نعملش حسابهم طبعا طبعا بتقول بدل مغطى يبقى لا طبعا لا طبعا كابتن عادلي احنا انت يعني هقول لحضرتك حاجه يمكن دي احنا هنيجي هننط بقى نطه ثانيه على الجزيرة والتوسع والاتفاق اللي حصل مع حمام سباحة التربية والتعليم والاتفاق اللي مضاه كابتن محمود الخطيب مع وزارة مع الشركة المسؤولة عن المشروع ده لمدة 25 سنة من أول التوجيهات وانتوا شغالين في حمام السباحة تعملوا حسابكم في أيام السيدات عشان ده حمام مغطى وده طلب كان رئيسي لقطاع كبير من السيدات داخل النادي الأهلي خبر وإن شاء الله جديد طبعا سيدات الجزيرة تروح والتربية والتعليم في الأيام المحددة بالظبط بالظبط برضو ده هياخدنا لحاجة كابتن عادلي عشان الكلام ده اتقال الفترة الأخيرة مع تكثيف العضويات ومع الاشتراكات بعض الأعضاء وده حقهم أبدوا تخوف من زيادة الكثافة وإن أنتوا بتقبلوا عضويات جديدة وده بيزود الكثافة داخل النادي وبيصعب علينا إن إحنا نقعد وإن إحنا نمارس رياضة والكلام ده المجلس الحالي دايما يعني قبل ما بناخد قرار بنبقى دارسين ايه التبعات اللي عليه ويمكن احنا جينا في فتره لما كان في بعض المشاكل في الموافقات والانشاءات في زايد وقفنا العضويه من شهر 4 لشهر 7 او شهر 8 وعايز اقول لك ان ده خسرنا كتير قوي 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 لان الفتره دي دايما هي فتره الموسم الناس اللي جايه من اجازات من اللي بيعملوا بالخارج والناس اللي اجازات الاولاد والكلام ده كله لكن كانت القرار مجلس الاداره كان وقف العضويه ودي كانت بالامانه كان توجيه من كابتن محمود في احدى اللجان وقال يا جماعه من اللجنه الجايه خلصوا اللي موجود عندكم في الشيخ زايد بعد كده ما تقبلوش عضويات جديده الا لما ابدا واتوسع انا مش عايز ده يجي على حساب الاعضاء فاحنا بنحاول نوسع دايما الرقعه المستفاده او الرقعه المستغله للنادي ففي افكار تقليديه وفي افكار غير تقليديه النهارده نادي زي الشيخ زايد مساحه 125 فدان تقريبا 127 ونص 127 مستغل منها الشيخ زايد
استغل منها حاليا مدي منه 28.5 فدان. 28.5 فدان عندي لسه كتير وهكبر. ورغم كده ما خدناش قرار ان احنا نعاود قبول العضويات الا لما خدنا الموافقات الانشائيه عشان الناس ما تحسش بتكدس. فعندك المساحه كبيره وتتحمل اعداد كبيره جدا في الشيخ زايد. طبعا التجمع لسه بكر ولسه بيتبني وان شاء الله يبقى مشروع ناجح. كم فدان التجمع؟ 50 فدان. 50. المرحلة الأولى تشغل كم فدان؟ 80% من 50 تقريبا. لما خلاص بص أنا هيبقى فاضل لي في المرحلة الثانية الصالة المغطاة الرئيسية وصالتين كاراتيه وجمباز. وحمام السباحة. حمام السباحة خلاص معانا. حمام السباحة دايما نعمل كلاب هاوس وكل ده هيبقى في المرحلة الأولى. ده أنا هفاجئك بحاجة في الشيخ زايد يمكن محدش واخد باله منها. إحنا 28.5 فدان شغالين في المرحلة الأولانية. طب المرحلة الحالية شغالين فيها كم فدان؟ 17.5 فدان. يعني بعمل تقريبا اكتر من نص النادي اللي موجود بالظبط كده نادي تاني ولسه عشان عندك مساحات كبيره. اكمل بقى اللي صابرين انه بيقول عليه ان الاعضاء انتوا في عضويات طب فين الاماكن؟ لا الشيخ زايد ده الشيخ زايد يعني مرحله اللي جايه دي 17.5 فدان. انت بتزود كده 50% اكتر من 50% اللي تنفس اكتر من 50% من المرحله الحاليه. عباره عن ايه بقى؟ مبنى اجتماعي كبير. على فكره الكلام ده كله حيز تنفيذ مش كلام لسه بنقول احنا هنطلع رخصه ولسه هنتعاقد. لا طب ما فيش اي صور. طيب هاي الصور ده مجمع البنوك والسكواش. دي الصالات دي الصالات ده في الشيخ زايد ده ارض الواقع دلوقتي. دي الصوره ارض الواقع. على فكره ارض الواقع دلوقتي عندنا هتلاقي فيه الاتي. هتلاقي حاليا احنا وصلنا بدانا بمجمع ملاعب سكواش 8 ملاعب سكواش على اعلى مستوى واعتماد من الاتحاد الدولي للسكواش اللي هو ده اللي ده 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 المقر الاداري اللي هو مجمع بنوك دوت. نتكلم على الصور. المقر اللي دوت ده خلص خلاص بالكامل وسلمناه للثلاث بنوك هيبداوا اعمال. يعني يعني حصل تطور عن الصوره دي كمان خلاص. الاول جزء على الشمال البنك بدون اسم البنك بدا يشتغل خلاص. ده فعلا بدا يشتغل. الثلاث بنوك جنب بعض والدور من اللي جنبيهم مقر شارع عقاري على احدث مستوى معمول هناك. ده خلاص احنا بنتكلم في 30 ده في ميعاد جدا طبعا. اللي جاي من التوكيل رايح البنك. طب في ميعاد تسليم البنوك انا ماضي معاها في محضر التسليم معاهم 30/6 الثلاث بنوك فاتحين بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله يعني ما فيش الا 3 شهور ما في. هم طبعا يعني انا بدي تاريخ انا بدي حلو يعني. بس انا بشرح معنى التاريخ ده. معنى التاريخ ده ان البنك مش بس هيفتح ده المنطقه المحيطه به من مناطق جلوس وخدمات ودورات ميه وكافيتيريا كل ده هيبقى متاح للعضويات في 30/6. ما تقدرش تعمل حاجه في الصحراء لوحدها. انا بتكلم على 3 شهور. على فكره احنا شغالين بقى لنا شويه. انا بديك التاريخ النهارده. انا سلمت 30/6 تسليم الثلاث بنوك كلهم اجتماعات كل اسبوع في الشيخ زايد هناك بنتابع غيره. المجمع ملعب سكواش ده الصور موجوده عندنا برضه هنشوفها. موجود. احنا حاليا دلوقتي في سقف البدروم خلصنا الحفر بالكامل خلصنا كل الاساسات. الباقي اللي بيطلع على الارض ده بيجري خلاص. احنا اهم حاجه اطلع باول عمدان بس بيقول في الناس عمدان. طب ده عباره عن ايه؟ تم ملعب سكواش غرف هلا ملابس جيمنيزيوم على اعلى مستوى مجمع صالات قدام جنبيه صاله كاراتيه صاله جمباز مفروشين احدث الاجهزه بغرف خلع ملابس بتاعتهم كمان بكل خدماتهم. قدامهم مناطق جلوس اعضاء هايله تخدم المكان فود كورت اماكن خلي خدمية. خلي بالك الصالات المغطاه دي والسكواش هيبقى فيه اولياء امور معمول حساب اماكن جلوس اولياء امور وهيشوفوا اولادهم ازاي وبيتمرنوا ازاي من غير ما يتدخلوا في التدريب. من غير طبعا كويس. طيب هيوصلوا للصالات دي ازاي؟ في اماكن انذار سيارات في ظهرهم معمولة. جميل كويس. طب هيخسروا لها ازاي؟ من البوابه الجديده اللي بتتعمل بالاسوار اللي الجنبيه اللي بتتعمل اللي من ورا دي اللي من ورا اللي عند حضرتك اللي ببص عليها اللي حضرتك بص عليها كويس. اللي هيدخل منها. طيب هنخش بالبوابه ديت هنخش ازاي؟ هنخش هنلاقي مبنى الاجتماعي قدامنا بمناطق جلوس اعضاء قدامه. المبنى الاجتماعي الجديد ده برضو شغالين فيه. طب قول لي حاجه قول لي. عرفنا دلوقتي البنوك 30/6 اوكي. طيب المجمع سكواش وصاله الكاراتيه وصاله الجمباز 12 شهر من شهر فات يعني في شهر يعني على شهر 22 تقريبا باللي حواليهم فبراير اللي يعني مش صاله بس يعني المنطقه تبقى كامله تقص الشريط وتستخدم تحط اللوحه وتقص الشريط. جميل. مبنى اجتماعي ده مبنى اجتماعي الرئيسي بتاع شيخ زايد
ده هيبقى حاجه بقى، ده حاجه ان شاء الله طبعا يعني اتعرض تصريحاته على مجلس الاداره وشافوه. الحال هيتحول للاكاديميه ولا ايه؟ الحال لسه استخدامه اداره النادي ما عرفتش توظف ازاي، لكن الرئيسي هو احنا بدانا نشتغل فيه ان شاء الله باذن الله. وده سنه برضو؟ ده سنه. بص يا كابتن عدي، احنا ان شاء الله باذن الرحمن السنه الجايه الشيخ زايد ال 17 ونص فدان دول باذن الله خلصانين. نقله نوعيه في الشيخ زايد يا كابتن عدي. وبرضو لما تحسب طبعًا. ده عشان برضو لما تحسب 17 ونص و 27 ونص، يعني احنا 45 فدان، يعني لسه ما جبناش نص مساحه الشيخ زايد. فانت عندك الشيخ زايد يحتمل كبير قوي، يعني ده هيحتمل كل مشاريع بالظبط، لان خلي بالك الشيخ زايد انت عندك كمان هيبقى في توسع عمراني كبير قوي في سفنج والجديده والشيخ زايد الجديده. لا يعني انت النادي يحتمل الاعداد ويحتمل مش عايز اقول ضعفها، لا اكتر من ثلاث اضعاف الاعداد الحاليه بعد اكتمال النادي بالكامل ان شاء الله. في ناس من اصحاب المشاريع الجديده تمام في الريل استيت والمشاريع المحترمه، ايوه بعضهم تواصل معايا انه عايز يعمل ديل انه يبيع الوحده بعضويه النادي. يلا بعتهم. يعني هو بيكلم النخبه تمام، فبيقول لك انا لما بقول له ده انت جايب النادي، يقول لك طب ما تكلم لي الناس عشان العضويه. طب ما يعملوا العضويه. ما هو بص يا كابتن عدلي، ده هياخدنا الناس ليه بتشترك في الانديه، يعني الناس عاده ليه بتشترك في الانديه؟ يعني الناس كانت بتشترك بحكم الموقع السكني. ان انا ساكن مثلا سكان مصر الجديده كانت تروح نادي هليوبلس، نادي هليليدو، نادي الشمس على حسب المكان. سكان وسط البلد والمنطقه والعجوزه وكان النادي الاهلي ونادي الجزيره. المعادي تلاقيهم مشتركين في المعادي. اللي بيشترك في النادي بيشترك عشان ولاده حابب الجغرافي طبعا للمجتمع، ده نمره واحد. الموقع الجغرافي. طيب الايه تاني؟ الرياضه النهارده لازم نقول انها بقت مفهوم حياه، يعني يمكن صحيح. واحنا صغيرين وكنا بنلعب رياضه كان الامر غريب شويه، لكن النهارده في المدارس والاولاد كلها بقى اللي ما بيلعبش رياضه هو اللي حالها شاذه بالظبط كده. فالرياضه النهارده اولياء الامور دلوقتي لانها المنفذ الرئيسي، وجزء الناس بقت متفاهمه انه جزء رئيسي من تكمله التربيه للاولاد، يبقى تربيه سليمه. الحياه الثالثه الاهم طبعا بالنسبه للنادي الاهلي هي الانتماء. في ناس احنا بنقابلها في الـ في الـ في, في اللجان العضويه بتبقى تكاد تبكي، بيقول لك انا مثلا كنت من خارج القاهره، انا كنت عايش كذا، انا طول عمري امنيه حياتي ان انا اجي اشترك في النادي الاهلي. انا حضرتك النهارده انا جيت النادي الاهلي كده مش عايز اقول كده. لا كلنا انا كويس ان انت حضرتك لمست حاجه زي دي. طبعا في النادي الاهلي انا خلصت البكالوريوس بتاعي، تاني يوم من استلام الشهاده جيت عملت العضويه بالظبط في الستينات. يعني ما هو دي حاجه بقى بتميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. جزئيه ان هي دلوقتي بالذات في الظرف الحالي في ناس من اللي بره القاهره بره مصر حتى وعنده رغبه، لانه احيانا بتجينا اتصالات بالمعنى ده، هو موجود في دبي، موجود في الكويت، موجود في قطر، موجود في الكويت، في السعوديه، وعنده صعوبه انه يجي تمام في الظرف الحالي، يقدر يعمل عليه المهلة. يقدر يعمل توكيل لأحد الأقارب أو أي ده حد يعمل ده. توكيل في القنصلية بيطلع أعتقد خلال في نفس اليوم، إن ما كانش خلال 24 ساعة بالكثير. التوكيل ده مفوض في الشخص اللي هو بيختاره لإجراءات عضوية النادي الأهلي، بيجي يعمل لنا العضوية وبيدفع. إذا كان هيدفع كاش ما فيش مشكلة، إذا كان هيدفع إذن وانتم بتتواصلوا بيقدم الشيكات، انتم بتتواصلوا مع الشخص نفسه للكونفرنس. إحنا بنتواصل مع الشخص أو من ينوب عنه، بندرس الأوراق، بنشوف مدى سلامة الأوراق، وبناء عليه ما بندي. يعني إحنا مسهلين الأمور لأن إحنا عارفين النادي الأهلي بالنسبة للناس إيه. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، خلال ماتش السوبر الأخير احنا قابلنا ناس كتير قوي في دبي وفي ابو ظبي، قالوا لنا يا جماعه طب ما انتوا ما دام انتوا هنا ما جيتوش عملتوا لجنه هنا ليه؟ احنا صحيح. عندنا طلبات كتيره وناس كتيره عايزه. للاسف احنا ما كناش متخيلين الكم ده، وشرحنا لهم الكلام ده. فاللي عايز برضو احنا لسه والله كان الموضوع يستحق ان نبعت كان يستحق وممكن ندرسه خلال الفترات الجايه خلال المباريات او خلال الايفنتات الهامه، ممكن ناخد الاجراءات دي فيما المستقبل. لكن خلال الاسبوعين الجايين الناس تقدر تلحق عن طريق توكيل تعمل العضوية. فنرجع تاني بقى، احنا الانتماء ده يعني من المميزات للنادي الاهلي جامدة جدا، لكن برضو التوزيع الجغرافي. انت النهاردة عندك النادي الاهلي يعني انت مغطي جميع الاجزاء القاهرة الكبرى،
انت حضرتك النهارده في الشيخ زايد، حضرتك النهارده في التجمع في مدينه نصر وفي وسط البلد، ده حتى انت ملاصق للعاصمه الاداريه بالظبط كده. فانت التجمع مغطي كل المناطق الجديده في 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 القاهره الجديده والعاصمه الاداريه زي ما حضرتك بتقول، والكلام ده كله ومغطي كل حاجه. غير كده انت عندك توسعات، خطط توسعيه خارج القاهره للناس اللي ممكن يروح يوم بره، اللي ممكن طبيعه شغله بيشتغل بره القاهره. النهارده احنا وصلت الاقصر، الديل بتاع الاقصر ان احنا بنتفق على ان عضو النادي يبقى ليه الاصل يبقى ليه معامله مميزه هناك. نفس القصه في محافظات بقى، انا عايز اقول لحضرتك كم محافظات بعد الاقصر ده ما عندكش احنا فكره. كل عضو مجلس اداره في كم المنصوره، المنصوره بالتحديد، المنيا، اسيوط، لا كم اسكندريه نفسها، اسكندريه اسوان، اسكندريه الناس اللي عندها مشاريع خاصه بتقول لك تعالوا اعملوا اللي انتوا عايزينه كنادي اهلي، احنا هنعمله بس حطوا اعملوا لنا، خلونا ننتمي للنادي الاهلي. فالتوسع ده يخلي عضويه النادي الاهلي ليها ثمن. عشان كده هرجع للي قلته لحضرتك في الاول، تحديد سعر عضوية النادي الأهلي ما كانش متاخد كده جزافيا أو كده، لا ده كان محسوب إن حضرتك بتشترك في نادي إن شاء الله في يوم من الأيام الناس اللي هتبقى بعدنا هيستكملوا الخطة دي، هيبقى عنده نتورك أو شبكة فروع على مستوى الجمهورية كلها. وفي خطط كمان إن احنا نطلع بره، ليه لا؟ لازم طبعا. دلوقتي احنا اتكلمنا على التجمع الشيخ زايد، الشيخ زايد خلصناه ولا لسه في حاجه؟ في حاجه الشيخ زايد، احنا لسه في اجتماع مجلس الاداره الاخير. أيوة. اتخذ قرار بانشاء عدد 2 ملعب نجيله صناعي للاعضاء لاكاديميه الكوره والنادي بكامل. برضه من ضمن هتوسع بقى ملاعب جديده للاعضاء، بتزود تاني. هو دي نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، انك تعمل ملاعب للاعضاء، لان العضو بقى اللي هو بيمارس الرياضه فور فان يعني بالظبط، مش مرتبط بعمر معين، مش مرتبط ببطوله، مش مرتبط، عايز يروح يلاقي حته يلعب فيها ويستمتع في كل حاجه يعني. دي 12 شهر برضه مع نفس مده التنفيذ، هيبقى له ملاعب، ملاعب رسميه قانونيه بإضاءتها بس عددها كل حاجة. يعني قابل لزياده مع تطور ده العضويه، ده ملعبين 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 كره قدم رئيسيين، ملعب كبار كبار والاكاديميه فيهم، عشان الاكاديميه حضرتك دايما الاكاديميه بيبقى فيها اعضاء وغير اعضاء. أيوة. عشان ما يبقاش في تداخل من الناس الغير عضو اللي جاي يلعب رياضه ويلعب ابنه كوره، هيدخل وهيبقى في مدخل مخصص لاعضاء الاكاديميه زي ما حصل في مدينه نصر، بحيث ان هو ما يتدخلش مع العضو وما يبقاش في مشاكل. ويمكن دي عشان احنا لسه في مرحله البناء، كان في برضو بعض الشكاوي من الاعضاء اللي احنا خدناها وضع الاعتبار بالظبط في الاعتبار، وده ان شاء الله هتطور. طبعا الملاعب الثانيه هيبقى عندك مساحات وملاعب اكتر كتير للاعضاء. نيجي بقى للاهم، حضرتك بتبني نادي جديد والشيخ زايد 127 فدان، ده سهل يتطور فيه، ده سهل يتطور فيه. طب النهارده مدينه نصر احنا الناس مخنوقه والناس بتقول لك انتوا بتقبلوا عضويات، ونفس القصه في الجزيره نصر. مدينه نصر احنا احنا الشيخ زايد كده كلها ولا لسه؟ لسه مدينه نصر، مدينه نصر عندنا لسه لا في توسعات. لكن اللي اهم في مدينه نصر ان حضرتك النهارده بعد اتفاق استاد السلام حضرتك بتنقل كل بتسحب نشاط الكوره كله، وان شاء الله في مرحله لاحقه يبقى في استاد الاهلي وحوالين ملحقات استاد الاهلي، بحيث ان نشاط الكوره يبقى مخصص ليه مكان واحد. ده هتفرق جدا، انت حضرتك كده بتفضي مساحه شبه يعني تكاد تكون مماثله للمساحه المستغله من الفرع مدينه نصر. يبقى كل الاعضاء بقى، يبقى كل الاعضاء سواء ملاعب، لا طبعا في بعض الرياضيات طبعا الرياضه برضو، لكن قصدي هيبقى في اماكن جلوس جديده غير الاماكن اللي اتضافت خلال الفتره دي، اصل ملاعب الكوره هي اللي بتلتهم المساحات بالظبط كده. فحضرتك ده كله هيفضى المشاريع بقى في مدينه نصر، يعني المهندس سامح هيتكلم عليها باستفاضه اللي تم أكثر. واللي هيتم هندسيا اللي تم طبعا انتوا اكيد لمستوا معانا، احنا جينا قبل كده عرضنا خلال السنتين حجم عمل تم المنطقه الترفيهيه زي ما احنا كده شايفين دلوقتي، دي الفود كورت ده ما كانش موجود اصلا، على تعمل اعلى مستوى. بوابه مدينه نصر ده اللي فيها جديد، المنطقه الترفيهيه وحمام الامواج اللي هو اتعمل اللي قدام المكتبه، اللي قدام المكتبه وحمام السباحه، دورات ما بالكامل اتجددت بالكامل، دي مساحتها تضاعفت بيتهيألي، تستوعب عدد اكبر من الاول اللي هي يعني يا كابتن اللي هي عند المكتبه اللي عند بالظبط كده العدد. عملنا مناطق جلوس جديده في نفس المكان دوت، اكاديميه الكوره الجديد بالكامل
واتغيرت الارضيه للنجيل الصناعي بكامل 16000 متر، واضافه ملعب كمان كوره جديد لاكاديميه الكوره، وتعمل له مدرجات وتينات جديده. كل ده خلص، احنا بنتكلم على اللي خلص. اللي جاي بقى هو ده طبعا زي ما استاذ ابراهيم كان بيتكلم عليه، احنا الحمد لله بدانا في البوابه الفرعيه اللي هي على الثانويه الجويه، وبدانا في مجمع ملعب سكواش، وده يمكن يعني ده البوابه اللي ورا دي لو اتعملت هتغير المنظر خالص هناك. وخلي بال حضرتك برضو موضوع السكواش، وفي لازم مجمع ملعب سكواش ده، مفيش فكره يا استاذ ابراهيم، لان برضو انا لما بمر ساعات على اهل مدينه نصر بلاحظ تكدس بالذات من البوابه اللي ما هو ده اللي بنتكلم عليه بقى، في جراج متعدد. احنا عندنا دلوقتي اختيارات كتيره، بعد ما هننقل الملاعب اللي سادس عندك مساحه ممكن تعمل جزء منها اماكن انتظار، واحنا معانا موافقه جراج تحت الارض. ده مهم جدا، ده بقى هو ده الكلام اللي يعني تشتغل على مرحلتين، على مرحلتين تشتغل دوت او تشتغل جراج تحت الارض. وبدانا في تمام ملعب سكواش، مدينه نصر هيبقى فيه تمام ملعب سكواش، النادي الاهلي كده هيبقى عنده 24 ملعب رئيسي، 24 ملعب كوره سكواش، سكواش كمان، ده غير الشركه، غير التجمع ان شاء الله باذن الله، يعني 24 ملعب سكواش في النادي الاهلي بالظبط. احنا كان عندنا ثلاث ملاعب مصنع ايام ملعب مصنع الابطال بيجي منين؟ اعطيني ملعب اعطيك بطل. وكمان الملاعب كابتن عادل بتتعمل بجد، يعني مجلس اداره يعني موفر لي الفلوس الحمد لله، بتعمل على اعلى مستوى، مش مجرد ما احنا ملعب وكمان سنه الحق ده الحيطان بار. لا 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 الحمد لله بصراحه يعني تليق بالاهلي. طب وهنا الشيخ زايد هيبقى كده برضه؟ كلك بس اللقطه دي هنشوف كل الفرق. حضرتك شايفها في الجزيره هنا في ده مدينه مصر. وحضرتك شايفها في الجزيره. في الشيخ زايد الاربع فروع هيبقوا كده. هيبقوا كده يا كابتن عادل. نفس الشخصيه الفنيه. نفس الروح ونفس الشخصيه دي بتخلق لك كمان بقى مجالات تسويقيه. مجالات تسويقيه هائله. يعني طبعا حضرتك بقى دي يعني حضرتك بتاعتك بقى. يعني ده مش مجالنا حاليا، لكن انت كمجلس اداره بالامانه انت كان تفكيرك كله خلال الفتره دي ان انت بتشوف موارد بديله، ما تبقاش الموارد الرئيسيه بس اعتمادا على العضويه، طبعا العضويه رافد رئيسي من الروافد الماليه ليك، ما يبقاش اعتمادك على الكوره، بتحاول تشوف روافد بديله ومستحدثه وجديده. يعني يمكن ده مش مجالنا كابتن عادل. هو وارد انا طماع بقى بقعد معاكم مش عارف القعده دي هتفضل حد في تكرر ثاني. مدينه نصر باقي قد ايه مساحه؟ بس استنى ابراهيم. وارد ان احنا مثلا في الشيخ زايد نشوف اسواق، يعني هل من حقنا ان احنا نتقدم ونطلب ان احنا نعمل جزء مولات جزء اسواق زي هنا في مناطق خلاص من الناس بتتباع بالسنتي مول الاهلي. كلام حضرتك مظبوط، بس عشان مش ضروري اطلع بيه تاخد نشاط تجاري بيرجع الهيئه تحاسبك وماله بفيه فلوس مهما حاسبتك الهيئه. طبعا انت عندك الارض ما هي بتاعتك بالظبط الارض مهما لا ومكانك كمان مكان مميز جدا. كان 100 فدان ده لو خدت الجزء الوراني بقى الجزء الوراني ده خدت منه 10 فدادين عملت عليه اسواق براندات بقى وتتسوق في, في 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 مدينه نصر. كان مدينه نصر في جزء على صور احنا في ولسه انا لو حضرتك تتذكر طيب انت خدت موافقه. يعني انا مش هقدر اتكلم غير في الحاجات اللي فيها موافقه وفيها قرار مجلس الاداره. تعالى حضرتك شغل مجلس الاداره. لا يعني لو على فكره مدينه نصر اصعب كمان من الشيخ زايد. طبعا. لكن انت انا اقصد اقول كده ايه؟ اقصد ان انت خلاص يبقى النادي الاهلي اما يتحط في حته لا يبقى بيخلي الناس يقولوا ما تخرجوش بره المنطقه دي. انت عايز تاخد الموضوع كله كامل يا كابتن عادل، يبقى خدمات وتجاري وكل ده طبعا حقك وناخد هجيب طبعا. بص يا كابتن عادل يعني طبعا حضرتك يعني استاذ التسويق في يا الله يخليك. لا طبعا احنا بنعمل يعني براند النادي الاهلي من كل حته، بدايه من السور من مدخل من يعني مش عايز اقول شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي دي احنا ورثناها ما حدش، لكن بتعمل براندنج بالمفهوم الحديث للنادي الاهلي بحيث ان يبقى متكامل من كل حاجه. فان شاء الله في مشاريع كتيره قوي زي ما قلت لحضرتك، في امور مستحدثه لخلق روافد جديده من الماليات يمكن مش مجالها او ما اقدرش اتكلم عليها غير لما يبقى في قرار ليها المجلس الاداره، لكن ان شاء الله بنطمن الاعضاء الحاليين والاعضاء الجدد ان شاء الله باذن الله. فنرجع بقى تاني يا كابتن عادل، انت طول ما عندك ارض بتقدر تحل المشاكل بالظبط. الجزيره ما عندكش ارض
بس عندك مساعد داخلية هتعمل فيها ايه؟ والله بص الجزيرة يمكن احنا لسه كان في قرار امبارح الجلسة اللي فاتت ان احنا هنبتدي في تنفيذ التنكيس او هدم المدرج القديم، وهيبقى في جزء فاضل كده اللي هو الجزء الصغير بتاع المقصورة ده، يمكن بس اللي هيبقى فيه قرار هندسي الجلسه الجايه ان شاء الله هنحاول نحتفظ بيه حاجه تراث النادي. لا يعني بالظبط كده يعني دايما ده تاريخ النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي. فده هيبقى يمين وشمال وفوقيه كل دي مساحات، كل دي مساحات بقى الاعضاء يستفيدوا منها بس كده، تتعمل بشكل يخدم الاعضاء. ده اللي جاري دراسته في اكتر من اقتراح، لسه مجلس الاداره هيقرره، لكن حضرتك شوف المساحه دي قد ايه كبيره. كويس دي كبيره، دي كبيره جدا، تشكل نسبه كبيره من النادي من النادي الاهلي في الجزيره. ده بعد افتتاح غرف اللبس اللي تحت البرج بقى. بالظبط كده، بعد نقل كل هي حاليا دلوقتي احنا برضه شغالين وسلمنا موقع للشركه المنفذه الدور الثاني في المدرج كره القدم القديم الجديد. احنا الدور الارضي خلصناه بالكامل للكوره فوق بقى يبقى الالعاب الثانيه. هو لسه ليه دور ثاني للكوره عشان بس بدخل كمان لسه في دور تاني كابتن عدي للكوره. الدور الثالث للعب، الدور الثاني للكوره، الثالث غرف خلع ملابس للسله والطايره والهاندبول ومكاتب اداريه ومكان الساونا وعلاج طبيعي للفرق الدرجه الاولى. ما عندناش العاب قوه في الجزيره. لا الجزيره انت ما عندكش خلاص العاب القوه. انت العاب القوه النهارده مؤقتا هي بتتمرن سواء في مدينه نصر او بره. بالظبط في ملعب في مدينه نصر بيقام لألعاب القوة عشان الأعضاء، لأن ألعاب القوة من الألعاب اللي تحتمل أن أبناء الأعضاء يشتركوا فيها في سن كبيرة، يمكن أكتر لعبة تحتمل مثلا أن ولد عنده 16-17 سنة يبدأ فيها، ويمكن عندنا بطل العالم إيهاب عبد الرحمن بدأ ممارسة ألعاب القوة في سن 17 سنة. ودي يعني فإن شاء الله هيبقى فيها نقلة برضو في مدينة نصر. فالمساحة في مدينة نصر محلولة، مساحة في الجزيرة الاستاد ده هيخلق مساحة تقدر تاخد فيها أكتر من قرار، وهيتقال طبعا للأعضاء في وقته. لكن في كمان حلول غير تقليدية، إن حضرتك تعاقدت على امتداد طبيعي للنادي الأهلي خارج النادي الأهلي وهو حمام سباحة التربية والتعليم. إيه بقى الموضوع؟ الموضوع إن هو ضمن مجموعة الحزمة الاقتصادية، كان منها حمام السباحة، وتمت الدراسة هل هناك جدوى من ان احنا حمام السباحة ده ناخد حق استغلاله لمدة 25 سنة، ويعني بناء على دراسة اقتصادية ودراسة كمان. انا بس مش انا يعني مش كل حاجة مشروع، انا مش داخل مشروع استثماري، انا داخل برضه لا خدمة خدمي للأعضاء بس طبعا. انت اديت رئة جديدة للنادي الاهلي، حضرتك خلقت حمام سباحة متكامل، وان شاء الله هيبقى في اكتر من حاجة لتطوير حمام السباحة الحالي في التربية والتعليم هيخدم الأعضاء. ده توقيع عقد الوحدة الاقتصادية. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني الكلام ده على فكره نقله كبيره قوي في الفكر الاقتصادي الرياضي في مصر. ماذا سيعود؟ يمكن ما خدتش حقها كابتن عادل. ما احنا هنقول اهو. ماذا سيعود على عضو النادي الاهلي بالجزيره من فائده من حمام السباحه؟ عارفين التربيه والتعليم، عارفين الفرق الرياضيه هتستفيد ازاي. انا حضرتك انا راجل يعني بحكم ان انا منتمي لاسره السباحه وكنت لعيب، عايزك تقولي بالتفصيل. فانت النهارده عندك مشكله ان النادي الاهلي نادي رياضي، فدايما للاسف بنيجي على الاعضاء. وانا النهارده انا بتكلم، يمكن انا كنت في يوم من الايام سباح، لكن انا النهارده ولي امر وعضو. يعني انا بحب اروح مثلا اعوم في شهر رمضان، فعلا ما بلاقيش مكان، بيبقى صعب وغصب عن الناس، لان برضو ما انت بتخدم الاعضاء في اولادهم. كم الناس اللي عايزه اولادهم يتعلموا سباحه، لان دي اللعبه الاساسيه اللي لازم اي حد يتعلمها حتى لو مش هيلعب رياضه، لكن اهم حاجه انه ما يغرقش. فالنهارده كم الناس اللي بتدخل اولادها في مدارس السباحه، احنا مدارس السباحه في الثلاث فروع الحاليه بتعدي ال 12000 مشترك، غير فرق التجهيزي، غير الفرق بنوصل لحوالي 15000 مشترك. فالنهارده الكم ده مش ملاحق عليه. لما تاخد جزء كبير من ده وتنقله خارج النادي وجنب النادي، انت ما بتنقلوش بعيد، ده يعني المساحه ما بين الباب الخلفي للنادي اللي احنا بنسميه مستشفى المعلمين اللي هناك اقرب من الباب الخلفي للباب النيل. ايوه بالظبط كده. فانت هيبقى ده امتداد طبيعي.
الناس لما هتروح هناك الفرق دي هتخلق مساحة للأعضاء. وأنا بس عشان أوضح برضو الحتة دي، يعني كنا طول عمرنا بنأجر ساعتين على ثلاث أيام، ست ساعات في الأسبوع. أنت دلوقتي هتاخده اكسكلوسيف ليك، ده ليك. فرقك هتتمرن من 6 الصبح، فرق يبقى هناك. يبقى انت الست ساعات بقوا كام؟ عندك الاعضاء وابناء الاعضاء. الست ساعات بقوا كام؟ الست ساعات النهارده، احسب النهارده من السباحه، من الالعاب اللي بتبدا من الساعه 6 الصبح للساعه 10 بالليل. يعني 16 ساعة. 16 ساعة في 7 ايام، يبقى كام ساعة؟ حوالي 100 ساعة. حوالي 100 ساعة. 100 ساعة. قول 100 ساعة. بالظبط. بين 6 ساعات. بالظبط. ال 100 ساعة دول هتاخدهم من الجزيرة. تفضي حمام سباحة الجزيرة للأعضاء بقى هنا. بالظبط كده. يبقى أنت كده عملت مشروع جديد. وبرضه هرجع تاني أقول لحضرتك إن إحنا برضه مش هيبقى في جزء خدمي، لأن أنت مطلوب منك مثلا السيدات بيطلبوا إن يبقى في فترة والحمام المغطى في الصيف، فأنت أو في الشتاء والظروف الشتاء صعبة، فده برضه هتقدر تقدم خدمة جديدة للأعضاء المتمثل في السيدات وطلباتهم. يعني ان شاء الله ده هيبقى حاجه جديده للناس وامتداد للجزيره. انت كده انشات حمام سباحه اضافي. بالزبط. للنادي الاهلي في الجزيره من غير ما تاخد سنتي من الارض. من غير ما تاخد سنتي من الارض. دي حقيقه. تمام كده، بنوضحها بالسهوله دي. بالظبط كده. فبالامانه انت النهارده ده كله بنرجع ونقول ان انا النهارده وانا بتكلم على الكلام ده، انا شايف ان ما زالت عضويه النادي الاهلي في سعرها الحالي وبعد الزيادة أقل من اللي تستحقه. خلي بال حضرتك برضو عضوية النادي الأهلي على غير الأندية الجديدة والمنشأة بقوانين خاصة، عضوية النادي الأهلي بتورث للأولاد. صحيح. وللأحفاد، وبتورث لجميع الأجيال. الأندية الجديدة، في أندية ما بتورثش، في أندية بتورث لجيل واحد. فالنهارده حضرتك يعني استثمار. هو استثمار حقه. فالنهارده لما تيجي تقارن كده حتى بالأندية التانية، بالظبط، بيقول لك النادي الأهلي بقى أغلى. لا، النادي الأهلي بيديك عضوية مدى الحياة لحضرتك ولأبنائك، تأسيس عضوية غيرك وأحفادك. وأحفادك بالظبط. طبعا الناس بتجري بسرعة. النهارده حضرتك برضو النادي الأهلي مديك نتورك. كان زمان يقول لك انا في مصر الجديده واولادي هتجوزوا جنبي في مصر الجديده، او انا من كذا. النهارده حضرتك ممكن تبقى ساكن في التجمع واولادك في الشيخ زايد والتانيين في لسه في العجوزه. كل واحد هيلاقي. بالظبط، هيلاقي اللي هو الفرع القريب منه. بالظبط كده. بالظبط كده. ده شيء يعني مدينه نصر، يعني لانه هي مدينه نصر شانها شان الجزيره، هي مش فرع، هي جزء اساسي من النادي. هي فرع لكن غير مسموح طبقا للائحه بفتح عضويه خاصه للفرع، زيه زي الشيخ زايد وزيه زي التجمع. صحيح. يسري عليها ما يسري على العضويه العامه في الجزيره. بالظبط كده. بالظبط كده. المساحه الكليه فيها كام؟ المساحه اللي لسه ما استغلتش اللي فاضل. احنا الجزء اللي فاضل عندنا هي كلها كام الاول؟ المدينه نصر 53 فدان. 53 فدان. الجزء اللي فاضل لم يشتغل. كان عليه مشكله بخصوص البيكو. طبعا. كابتن عدي محاصرنا من الاول. دي حوالي 2 فدان، الجزء اللي هو مش مالناش استخدام عليه. والمنطقه المحيطه اللي حوالي كانت زيرو ليفل، ما ينفعش تطلع غير سنتي. حوالي 5 فدادين. يعني اكنهم مش موجودين. بالظبط. دول الحمد لله اتاخد موافقه ان احنا نستغلهم. فاول خطوه عملنا ايه؟ ملاعب السكواش، التمام ملاعب السكواش بدانا فيهم شغل. الجزء اللي هو جراج تحت الارض، ما ده لازق جنبيه على طول. ايوه. ملاصق ليه تماما. ايوه. زائد فيه مناطق جلوس الاعضاء. وجزء الالعاب القوه. ده الجزء اللي هيستغل، فانت بتضيف مساحه كانت فعلا ميته خالص. ما ينفعش تعمل اي حاجه غير ما اسمح لك تحط عمود اناره. ده الحمد لله خدنا موافقاته وبدانا نشتغل. يعني احنا ممكن خلال 6 شهور تلاقي فيه اعمده ملاعب الاسكواش طلعت. في برضه جزء المحلات على السور. ده الكابتن عادل كان بيتكلم عليه. ده برضه خدنا موافقته وهنبدا نشتغل فيه خلال الفتره دي. بس ده مرتبط احنا نسينا على فكره، احنا نسينا برضه في مدينه نصر المنطقه الترفيهيه الجديده في مدينه نصر وحمام الامواج الجديد. يعني ده غير مسبوق في اي نادي. دي نقله فكره. دي نقله ده يعني دي حاجه ثانيه خالص. ويمكن عملت لنا مشكله ان كل الناس عايزه زيه. عايزه ده. يعني في ناس طلب في الجزيره المكان الفاضي ادونا حمام امواج. بالظبط كده. اما تدي مدرج
يعملوا لنا حمام امواج. لا الموضوع مش يعني اسف مش عشوائي يعني. لازم يدرس لان الحمام ده ليه اماكن، هو اللي مبين جماله في مدينه نصر ان حواليه مساحه بالظبط بالظبط. لو عملناها يعني صغير مش هتقعد. دي اللي النهارده قدام الساده المشاهدين، دي منطقه الفود كورت الجديده، ويمكن ما اتعملتش ان هو انت مكدس محلات، لا ده انت عملت قاعده وقاعده جميله شغل وعلى زي المولات بتاعه الكومباوند. ودي حقيقه عند حضرتك، دي حقيقه يعني. في ناس كتيره ابتدت تقول انا بفضل النادي عن المول وعن الزحمه وعن انت ما تروح في المولات الشهيره دلوقتي هي كده، خصوصا لما بتجيب لها براندات بقى ولا ماركات شهيره تقدر موجوده كده وارخص وارخص بكتير. ده نقطه مهمه جدا يعني، ما فيش مقارنه طبعا حضرتك. صح مفيش مقارنة. تخش المكان، مكان جميل جدا وسعره رخيص. يعني فمدينة نصر انت باقي خلاص يعني 2021 تنتهي الخطة الكاملة. هيبقى ممكن على حسب بقى قرار مجلس الإدارة جراشة الأرض نبدأ فيه امتى. ده طبعا ممكن ما نلحقش نعمله، لكن معانا موافقته. لكن اللي ممكن نلحق ننفذه الجزء الخاص بأماكن إنذار السيارات بعد نقل ده أهم حاجة تعرف اللي عملته ده. خلاص الباركينج ده والكلام ده لو اتعمل ده هيغير لك مشكله معالم المنطقه. يعني الحمد لله كابتن عادلي، يمكن الكم المشاريع الانشائيه والتطويريه خلال السنتين ونص اللي فاتوا اعتقد انها غير مسبوقه في بس اي فتره. بس التطوير ده جه على حساب ان انا في شجره زرعتها في مفتح مدينه نصر متصور كابتن عادلي، كنت بخلي ولاد العرب يزرعوا شجره شجره أيوه معينه أيوه عشان يفتكروا بذكريات حلوه كده زي الشجره بتاعت أيوه الجزيره. كابتن عادلي انت لو تفتكر احنا 30 سنه اللي فاتوا بالكامل احنا فتحنا كم مشروع، وخلال السنتين دول فتحنا كم مشروع، وهنفتح ايه السنه الجايه. انا بعتبر نفسي من المحظوظين ان انا عاصرت ال 28 سنه. محظوظ قوي، اسمك هيرتبط بكل ايوه طبعا الناس هتدعي لك. يعني فعلا بجد ان يعني لو كنا نفتح مشروع في سنه في دوره مجلس يبقى فتحنا بحكم طبعا الظروف. لكن المره دي الدوره دي دوره خاصه جدا مختلفه تماما. يعني اللي اتكتب في البرنامج الانتخابي للمجلس اداره احنا نفذنا جزء، يعني احنا عديناه يعني سابقينه في بعض. لا مش سابقين، لا لا احنا مش سابقين كابتن عادلي، المجلس مش سابقه، المجلس اضاف حاجات مش مكتوبه مستجدد حاجات مستجده حسب يعني. هنا روعه الديمقراطيه وروعه التنافس لما يبقى مجلس بيتحدى مجلس بيتحدى مجلس لخدمه صالح النادي بالظبط، كله مش عايز يخذل اعضائه ان يقول انا عملت اضافات، محدش يجي يقول ان انا قصرت. تعال ضيف، تعال ضيف واهلا وسهلا بالمنافسه في هذا المجال يعني. صح. شوف هو الميزه كابتن عادلي في النادي الاهلي ما حدش بينسب اي بالزبط عمل لنفسه لكن حضرتك زي ما بتقول انت مطلوب منك قدام الناس ما تأثرش، ان انت ما تأثرش وان انت تعمل اللي وعدتهم بيه. ايه البوابه دي؟ دي البوابه الفرعيه، المنطقه الترفيهيه قدام حمام الامواج. والله دي بوابه جوه النادي، جوه النادي. دي منطقه جوه النادي الروح الداخليه للمنطقه دي. حضرتك خدت بالك انها من نفس روح البوابه الرئيسيه. البوابه الصغيره دي هي نفسها البوابه الفرعيه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي على سور النادي، بس بسكيل اكبر شويه، بنفس الروح بنفس الالوان. الالوان دي متكرره في الاربع فروع. طب وانت ماشي كده دلوقتي مش بتلمس السعاده في وش الناس وهي مستمتعه بالنادي؟ ما بتحسش بالرضا كده وبالارتياح؟ لا لا حمام الامواج حاجه يعني يعني هو 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 ده دور، ده دور المسؤول انه لما يشتغل ويشوف نتيجه الشغل ده انعكس على سعاده. اعتقد ده الريورد او ده المكافاه اللي بياخدها. بتحس ان حضرتك يعني المكافاه ما بتحسهاش بصراحه، لان اول ما نخلص انا عن نفسي سامح اللي جاي اتحدى تاني. انت فين بقى؟ رايح فين بكره؟ هتفتح لنا يعني؟ هي دي مشكله يعني. ده المجلس بيسيبك من التنفيذيين يعني انما مؤكد طبعا ده تارجت مهم جدا. ازاي نشتغل لصالح الناس؟ ازاي نسيب بصمه؟ ازاي يتقال ان المجالس ما بتعديش كده؟ لا بتكمل على بعضها. خلي بالك برضه يا كابتن عادلي، يعني حضرتك نرجع بقى زي ما اللي كنت بتقوله في الاول، يعني حضرتك كنت بتقدم المهندس سامح وبتقول له وبطل من ابطال الفولي في النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه ميزه ان ولاده هم اللي بيخدموه بيحبوه صحيح وبيشتغلوه، فانت بتحس انك بتبني في بيتك. هو حضرتك ممكن تتسلق في بيتك؟ ممكن تعمل حاجه اي كلام في بيتك؟ لا. انت بتعمل حاجه عشانك وعشان ولادك
واحنا وفي وشك انت داخل خارج هتعيش معاه بعدين باستمتاع بنستمتع بصراحه طبعا ما خميش يعني انا مش رايح اشتغل انا بستمتع فعلا بالشغل لانك بتمارس حب بالظبط مستمتع بنفتح وبعدين مشروع. خلي بال حضرتك النهارده اعضاء مجلس الاداره كلهم يعني بيمارسوا عضويتهم يعني ما هماش بس مجرد بيجوا الجلسات وبيمشوا يعني في منا احنا ناس كتير قوي بيجي وبينزل الجيم بيلعب يعني كابتن محمود دايما في الشيخ زايد بياخد جلسات علاجيه منا الناس اللي انا مثلا واحد من الناس وفي زملائي تانيين ولادنا بيلعبوا في الفرق الرياضيه كلنا بنمارس كلنا جزء من العضويه نلعب نلعب تنس وراكت بالظبط ولو مش موجودين النهارده هنبقى قاعدين في الجنينه مع الاعضاء فهنبقى مبسوطين ده البرنامج ده برنامج عائله الاهلي اللي راهنتوا عليه وطالبتوا بيه البرنامج هتلاقي ربنا يديته العمر كده ونيجي السنه الجايه كده نراجع البرنامج دوت هتلاقي مجلس اداره النادي الاهلي لو ادانا ربنا طول العمر يعني هجيبك بعد هتفاجئ بالمكتوب في البرنامج يعني انا هقول لحضرتك هجيبك اتابع تواريخك مع الافتتاحات وهنتكلم عليها وهنطمن الناس اكتر وانا متاكد يعني اما بترتبط بكيان مسؤول زي الهيئه الهندسيه طبعا انها تنفذ لك انت بتبقى مطمئن إن دي مش جهة جاية تهزر جهة تشتغل وتراقب وتستلم صح وتضغط على مقاول البطن إنه يسلمها في المواعيد فكل دي ضمانات حضرتك هتفاجئ لما تيجي تشكل نراجع احنا المجلس ده هتفاجئ إن وقتنا خلص لا أنا بس هقول آخر حاجة ليه الناس تلحق تعمل العضوية خلال الأسبوعين دول وخصوصا التجمع احنا اللي بتقر إن حضرتك من يوم ما بتدخل لو دخلت فرع من الفروع وحبيت تعمل العضوية العامة لأي سبب ابن ولادك اتنقلوا في سكن تاني تقدر تحولها خلال 4 سنين من اشتراكك أو 4 سنين من افتتاح الفرع بنفس سعر الالتحاق بنفس السعر اللي حضرتك التحقت بيه حالا بالظبط كده فالنهاردة الناس اللي هتشترك هتستكمل على السعر الحالي ده وقت الفكر بالظبط كده ودي ميزة تانية في خلال 15 يوم بالظبط واحنا في انتظارهم وربنا يقدرنا ده احنا اللي سعداء باللقاء الجميل يعني ده يعني كان جلسة مهمة وهي دي ظرفها ما عندناش احداث كتيره غير اهم ان الناس تشوف النادي الاهلي بقى بالزبط. يعني بيشتغل ازاي مش بس اللي بيقروه احنا يعني انا بعتبر الناس التنفيذيين اللي زي المهندس سامح والاداره التنفيذيه الناس اداره الاشتراكات في الثلاث فروع بالامانه كل الناس التنفيذيين ناس جنود مجهولين فعلا وما فيش حد فيهم بيسعى ان هو صحيح يطلع صحيح. يعني النهارده واحنا يعني الحمد لله مجلس اداره مش دايما متواجد على في اي حاجه يمكن النهارده احنا بتقولنا بالعافيه لكن وانا بكلم المهندس سامح قال لي طب ما اديك الماتيريال وتطلع انت قلت له لا انا بجد هروح قلت له والله بجد روح يعني حضرتك لازم تبقى موجود لان اللي هتشرح احسن مني وافضل مني عشان بينام بدري هي دي روح الفانيلا الحمراء بشكركم بشكركم شكرا ربنا يخليك شكرا جزيلا للاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي ورئيس لجنه التعاقدات والمهندس سامح والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي واعتقد قدموا لحضراتكم رؤيه كامله عما يتم انجازه ويبقى فقط خلال اسبوعين الفرصه الاخيره للالتحاق بعضويه الاهلي قبل سريان الاسعار الجديده كلام كان مهم جدا مش بس لاعضاء الاهلي او حتى للراغبين في الالتحاق بعضويه الاهلي لكنه كلام كان مهم جدا لجمهور النادي الاهلي كله لانه النادي الاهلي عندما يعظم موارده وعندما يتوسع في منشاته وعندما حجمه يكبر حجمه الى هذا النحو اعتقد يفي بكل التزاماته البطوليه تجاه جميع بس لو الناس سيبنا نشتغل يعني مش عايزين نضيع وقتنا في مهاترات والله ان شاء الله دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله تصبحوا على خير